المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا مثل ما بتعرفوا اليوم حلقتنا راح تكون حلقة مفتوحة لكل الأصدقاء اللي يحبوا يشاركوا. الموضوع راح يكون العهد العمرية، بدنا نتناقش فيها وندردش فيها. طبعا لحد هلا الأصدقاء ما حدا مبين، أنا بتمنى منكم تشاركونا أصدقائي، وحطيت اللينك بالتشات، فاللي بده يشارك أهلا وسهلا فيه، يا ريت تشاركونا وتدخلوا معنا على الهانج أوت وتشاركونا المناقشة في العهد العمرية. على كل إن أنا بدي أبدأ بقراءة العهد العمرية ونشوف شو هي العهد العمرية حتى نتناقش فيها. طبعا كتاب ابن قيم الجوزية عن عبد الرحمن بن غنم يقول: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام وشرط عليهم فيه ألا يحدثوا في مدينتهم ولا في حول ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلايا ولا صومعة ولا صومعة راهب ولا يجدد ما خرب. يعني شوف العنصرية الحلوة الساعة الجايين عليها. ولا يمنع كنائسهم من أن ينزلها أحد من المسلمين 3 ليالي يطعمونهم، ولا يؤوا جاسوسا، ولا يكتموا غشا للمسلمين، ولا يعلموا أولادهم القرآن، ولا يظهروا شركا، ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام إن أرادوا، وأن يوقروا المسلمين، وأن يقوموا لهم من مجالس إذا أراد الجلوس. يعني إذا المسلم الأفندي أراد الجلوس لازم طبعا. خلينا بس نكمل القراءة. وأن يقوموا لهم من مجالس من أرادوا الجلوس، ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من ملابسهم، ولا يتكنوا بكناهم، ولا يركبوا سرجا، ولا يتقلدوا سيفا، ولا يبيعوا الخمور، وإن يجزوا مقادم رؤوسهم، وأن يجزوا مقادم رؤوسهم، وأن يلزموا زيهم حيثما كانوا، وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم، ولا يظهروا صليبا ولا شيئا من كتبهم في شيء من طرق المسلمين، ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم، ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربا خفيفا، ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين، ولا يخرجوا شعانين، ولا يرفع أصواتهم مع موتاهم، ولا يظهر النيران معهم، ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين، فإن خالفوا شيئا مما شرطوه فلا ذمة لهم، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. وشهد على هذا طبعا كان معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص وعبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد. في عنا ضيف، خلينا نرحب فيه بالبداية. ممكن بس تعرفنا على حضرتك؟ أهلا بك، أنا اسمي أحمد، أنا من مصر، ويسعدني أن أنا أشترك معك. أنت سمعني حضرتك؟ سامعك طبعا. أهلا وسهلا يا أحمد. أنا اشتركت مع حضرتك في الحلقة اللي فاتت برضو بسؤالين كده سريع، لكن كان نفسي أتكلم في موضوع ثالث لو تسمح لي. أكيد هو يعني له علاقة بالموضوع النهاردة برضو. كان امبارح كان في أحد المشاركين كان سأل، أو أعتقد كان الأستاذ اللي كان بيدافع عن الإسلام، كان سألك ليه أنت زعلان من الناس المسلمين، وليه أنت بتحاول أنك تتغير رأيهم أو أنك أنت تغير فكرهم وتخليهم يلحدوا عن الإسلام وما إلى آخر ذلك. الحقيقة يعني معظم الناس
العقلاء يعني في الدنيا ويقدروا يحسوا بالمشكلة الحقيقية في وجود فكر ومعتقد مثل الإسلام أو مثل المسيحية أو مثل الديانة اليهودية في عقول ملايين بل بليون وشوية من سكان العالم، لأن إذا كان هذا الفكر هو خاطئ فمجرد إن هو خاطئ في حد ذاته هو سبب ممتاز لكثير من الناس اللي هم شايفينه بهذا المنظر، إن هم يحاولوا إن هم يظهروا لبقية الناس إن هم بيعتقدوا معتقد خاطئ أو بيعتقدوا في شيء ما هوش صحيح، ده كفاية قوي. ولكن كمان غير كده، إذا كان هذا الفكر بيدعو إلى أشياء في منتهى البشاعة، مثل مثلا يعني طبعا مش الحصر يعني، ولكن من الأمثال اللي تيجي لذهن الإنسان مثلا جواز الفتيات في سن صغير جدا، وده اللي حصل في مصر أيام الإخوان، كان جل همهم إن هم يحاولوا إن هم يغيروا، كانوا طبعا مهووسين كلهم بالجنس، كل همهم ان هم يحاولوا ان هم يغيروا القانون، وفعلا هم نجحوا في تغيير القانون. كان سن الجواز كان 18 سنه، نزلوه اعتقد ل 14 او 12 سنه في مصر، وطبعا اي بنت عمرها 12 او 14 سنه دي طفله يعني، اي بني ادم يشتهي طفله في العمر ده أنا اعتقد ان هو انسان مريض يعني، ولكن هم كمان عايزين ينزلوه لسن 9 سنين. طيب يعني معنى كده ان انا لو عايش في بلد وعندي بنت، انت عاوز تغير القانون بحيث ان انت تخلي واحد مثلا عنده 50 سنة يجي لي البيت يخبط على الباب ويقول لي انا عايز اتجوز البنت دي. انا بتهيألي لو حد عمل كده انا ممكن يعني من كتر الغضب انا ما اعرفش ممكن اغلط اعمل ايه يعني. ولكن دي حاجة من ضمن الحاجات، انت عاوز مثلا تقطع ايد السارق، فانا مثلا عايش في مجتمع انت بتقول انت عايز تطبق فيه الشريعة، ما ينفعش ان انا افضل ساكت لو انا مش موافق على هذا الكلام. فاحنا ما بنهاجمش الاسلام او ما بنهاجمش المسلمين، احنا بنهاجم معتقدات أنا في رأيي إنها معتقدات مدمرة، وحصل بالفعل اللي إحنا شفناها بتدمر شعوب وبتدمر كالتشرز، تراث لدول كثيرة. أنت مثلا بتعتقد مثلا في هدم الأصنام، طيب ما أنت هتجيلي مثلا في مصر وتقول لي مثلا عايز أدمر بقى تمثال رمسيس اللي في الميدان، أو عايز مثلا أروح بقى على الأقصر وأدمر بقى كل الآثار دي والحاجات دي. ما ينفعش ان الواحد يبقى يعني يتجاهل هذا الكم من التعصب والغباء، ويعني يجي الناس تقول لك طب انت زعلان ليه بقى؟ احنا اولا وطبيعي زي ما انت قلت برضو امبارح، احنا مش زعلانين ولا حاجه، انتوا اللي زعلانين مننا، انتوا اللي زعلانين ان احنا موجودين، بالعكس انتوا عايزين تقتلوا الناس دي وتهددوهم بالعنف. وطبعا كل هذه المظاهر للاسف الشديد هي مظاهر ضعف، بتعرنا احنا كلنا يعني كمسلمين وكناس من الشرق الاوسط، لان طبعا الناس ما النهارده الدنيا الناس كلها عارفين ايه اللي بيحصل وعارفين الناس بتفكر ازاي. فطبعا احنا لا احنا لنا الحق ان احنا نقول احنا بنفكر بايه، ونحاول كمان نقنع الناس ان هم يفكروا ويبصوا لمعتقداتهم ويحاولوا ان هم يغيروه. فدي النقطة اللي انا حبيت ان انا اشترك بيها امبارح، غير النقطة الأخيرة إن هي كنت محضر شوية حاجات، لأن امرؤ القيس ما قالش بس اقتربت الساعة وانشق القمر، ده كتير جدا من الـ في قصايده في كلمات متاخدة، يعني مثلا في كلمة حتى صعب جدا إنها تتكرر، ما هياش مصادفة أبدا يعني. في واحدة من قصايده بيقول من كل حدب ينسلون، كلمة من كل حدب ينسلون دي أنا شفت مرة حلقة كبيرة لواحد من الشيوخ المسلمين بيتكلم إزاي إن كلمة ينسلون دي كلمة فيها إعجاز عظيم، لأن في القرآن هي بتتكلم عن يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون. فهو بيقول شوفوا ده، ما عارفين معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده إن الناس دي جايين بالكلونينج، اللي هو معرفش اسمه إيه بالعربي، اللي هو أنت بتاخد شخص وبتعمل منه كذا نسخة، كلونينج اللي هو اسمه ايه؟ استنساخ. فهو بيقول بص هو ما قالش من كل حدب يتناسلون، لا ده من كل حدب ينسلون. طبعا الكلمه اساسا ينسلون يعني يجيئون، مش معناها ان هم اللي في عمليه تناسل يعني، ولكن هو اخذها على هذا المعنى. والحلقه كلها بيتكلم على ازاي ان ده اعجاز وان يأجوج ومأجوج دي. فمهم انا اشكرك جدا على ان انت سمحت لي الفرصه ان انا اشترك معاك، وانا يعني ليا انا
بحترمكم كلكم، حضرتك وأستاذ بغدادي ومعظم الناس يعني اللي عندها شجاعة أدبية إن هم يتكلموا ويعبروا عن رأيهم. أخي أحمد، يعني في بس دقيقة واحدة، عندي مشكلة هون. اتفضل. أنا ممكن أعمل ميوت عندي عشان حضرتك. لا لا، من عندي أنا. بس بدي أحط الرابط أصدقائي للمرة الثانية، أحط الرابط اللي حابب يشارك معنا، أهلا وسهلا. أنا حطيت الرابط المرة أخرى، يعني بتمنى جانو تدخل معنا، وبتمنى من الأصدقاء يدخلوا معنا. على كل، أنا آسف من حضرتك، أنا بس لازم، أنا الحقيقة في الشغل، أنا أخدت بس 3 4 دقايق عشان أتكلم معاك أهلا وأتعرف وسهلا. عليك. أهلا بيك، وإن شاء الله يكون لنا فرص ثانية بس للكلام. في شغلة أنا حبيت أنوهك، إنه صورتك طالعة، يعني أنا لا لا، مفيش مشكلة مفيش مشكلة، أوكي، يعني أنا هذا بس حبيت أنوهك. إذا اتفضل تحب تشاركنا يعني أهلا وسهلا فيك. في إن شاء الله. أكيد أكيد. طيب، شكرا على الفرصة، وأتمنى لك كل التوفيق. وأنا بتمنى مشاركات قادمة، يعني إن شاء الله. شكرا شكرا يا لك. فندم، مع السلامة. سلامات سلامات. أهلا بك جانو. جانو شرفتنا جانو. تحياتي جان، تحياتي لك ولكل المستمعين. طبعا هذا الضيف أول مرة يشارك، بس عنده كثير، يعني يا ريت كان بقى وكنا نستفيد من أفكاره. يا ريت. آسف، إنه اليوتيوب مفتوح، آسف. بس وطي صوت اليوتيوب جانو، خلينا نشوف وشك يا زلمه. مفتوح بس ما بعرف ليش ما بتنفتح، ما بعرف شو السبب. يعني انا بصراحه اعشق وجهك الصبوح، يعني اعشق الصور. تسلم 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 حبيبي حبيبي جانو. على كل من اصدقائي، طبعا مثل ما قلت، نقاشنا راح يكون عن العهد العمريه المجحفة والعنصرية بحق غير المسلمين. يعني نحن مو دفاعا عن المسيحية ولا عن، يعني المسيحية هي خرافة أخرى من خرافات الإبراهيمية. يعني أن يعني نحن لا ندافع عن مسألة المسيحية أو الصليبيين الماسونيين، يعني لا أعتقد أننا ندافع، ولكن بس نشوف صدر الإسلام كيف كان، يعني مجحف بحق الآخرين، كيف كان عنصري بحق الآخرين. طبعا أصدقائي، أنا بتمنى مشاركاتكم كمان، تدخلوا معنا تشاركونا، لأنه أبو الحكم موجود في اليوتيوب، بس ما بعرف أبو الحكم ما بقدر بحكي، الزلمة في سجنه، يعني في عنده مشاكل شوي. المهم يعني ما بقدر بحكي الا في هالوقت هذا بالذات، ممكن يعني الاسبوع القادم يشاركنا اذا في كان حلقات ثانيه، يعني يعني حوارات جماعيه مثل ما بقولوا. طبعا اصدقائي، انا لسه عم انتظركم، ارجوكم ادخلوا. بعت لك كم صديق بالفيسبوك، يا ريت شوفوا رسائلكم، يعني انا بتمنى تشاركونا. وهي الهانج اوت حطيته مره مرتين، وهي الثالثه انا راح احط الهانج اوت، شاركونا ولا تخجلونا. بالنسبه لل تقدر حكمه عم بقول اقدر اتصل، دخول اتصل يا اخي حكمه، انت مفوض من المفوضيه الساميه. يعني أكثر شيء ضحكني في أقوال الإمام عمر، مثل ما بيقولوا المسلمين، كيف تعبدون الناس وقد ولدت أمهاتهم أحرارا؟ بيضحكني كثير هذا المعقولة، كيف تستعبدون الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ يا سلام على يبقى المفكر، يعني أنت كيف تقبل على نفسك أنه تكون عندك 70 من العبيد والجواري؟ يعني كيف تقبل على نفسك وبعدين تيجي تقول هالحكي؟ هذا المشكلة على الانفصام الشخصي اللي عنده.
يعني ما بيدل على أي شيء ثاني. بيحكي عن الحرية وهو عنده عبيد. شيء ثاني يعني العدالة فقط تكون للمسلمين، يعني غير المسلمين ما يعني ما راح يوصل لهم العدالة. يعني شيء عجيب، انت تيجي تحتل تحتل اراضيهم وتزبي نسائهم وتقول انه انت عادل، فين العدالة في هالشيء؟ وهو العدالة عند المسلمين، العدالة عند المسلمين لما تكون قاتل، لما تكون مجرم في حق الآخرين غير المسلمين طبعا، تكون هون يعني البطل العادل المغوار. لما تعدل بين المسلمين ذات نفسهم، لما تقسم الغنيمة بين المسلمين حسب كل واحد هو وطاقته، يعني كم واحد قتل، هي العدالة عند المسلمين. ولا أي عدالة على عن أي عدالة، خصوصا عمر الفاروق هذا اللي بيقولوا عنه إنه كثير عادل، يعني طبعا عادل بأنه ما يبني شيء، بس لما يحتل مكان يحتل مدينة أو مكان يأخذ الكنيسة ويغيرها من الكنيسة للمسجد. طبعا الأخ حكمة عم بيقول كلام قصير. أخي حكمة ادخل وكلام قصير، يعني بدك على سكايب اتصل ما في مشكلة، بس ادخل وكلام قصير، عندك الرابط يعني لا تطول حتى، ما في مشكلة يعني المهم. طيب خلينا ناخذ نقطة نقطة أخي. يعني كاتب العهد العمرية بيبدأ لا يحدث في مدينتهم ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب، يعني كيف بتفسر هاي؟ لازم ما يبنوا فيها شيء نهائيا، لازم ما يبنوا لا شيء يدل على ديانة. هلا ذكرت يعني من حقي انه يغير هذا المسجد، هذا الكنيسة لمسجد، بس من هذا مش من حق هذا المسيحي انه يبني كنيسة ثانية، ومش من حق هذا المسيحي أو الغير المؤمن أنه يركب الحصان، لأن الحصان يركبه فقط المسلمين، لازم يركب حاشا السامعين الحمار أو بغل. هذا هو يعني، ومش لازم يشيلون السيوف، السيوف ممنوع. انا بس هلا خلينا بالنقطه الاولى جانو، يعني اليوم هدول العرب دخلوا كانوا بصحراء الحجاز، قبائل متفرقه يغزوا بعضهم وياكلوا اموال بعضهم ويسبوا بنات بعضهم، جمعوا هالثقافه هي بدين وجمعوا الجيوش وصاروا يغزوا البلاد الاخرى. لما دخلوا على البلاد الأخرى صار يفرضوا عليهم أنه كانت بلاد مسيحية طبعا موجودة الكنائس والناس تبني كنائسها، فكانوا يفرضوا عليهم أنه ما تبنوا الكنائس لا تبنوها. طبعا خلونا نرحب بالبداية بالأصدقاء الجدد اللي دخلوا على الخط. خلينا نرحب بحكمة و زينجا. طيب أظن حكمت زينجا، يا ريت بس تساوي ميوت لأنه الصوت عم ميوت. طب خلينا نرحب بحكمة ودانيال، أهلا وسهلا فيكم يا شباب. أحلى شباب دخلوا، على رأسي حبيبي دانيال
حكمة أخي الكبير، تحياتي لكم. دانيال أنطق، مساء الخير لجميع الكفار، ألا لعنة الله عليكم. وعليك لعنة الله. على كل حكمة حبيبنا تسمعنا؟ أبا الحكم ابن كثير هل تسمعنا؟ أظن أخونا أبا الحكم ابن كثير لا يسمعنا. أبا الحكم يا ريت أبو الحكم ما يسمعنا. على كلنا دانيال، طب أبو الحكم يسمعنا، إذا يسمعنا تكلم أخونا أبو الحكم. على كل صوت واصل لو ما واصل؟ الصوت واصل واصل. أي أوكي. طبعا أسلم على أول شيء على أستاذ ريجان وعلى الأخوة كاكجانو ودانيال، وفرحان كلش مع هذا الشباب الحلوين قاعد وياهم يعني، وعمل شباب جان. اهلا وسهلا فيك حكمات. حكمات نحن كنا بموضوع بالنقطة الأولى أنه العرب المسلمين هذول اللي دخلوا هالبلاد، وأصلا كانت هي مسيحية قبل ما يدخلوا العرب، منعون يبنوا كنائس، يعني حولوا كنائسهم لمساجد ومنعوا أهل الأرض هاي اللي كانوا موجودين فيها يبنوا كنائس. شو رأيك بالنقطة هاي؟ تفضل. هذا عمر الفاروق، عمر العادل على أساس. أعتقد حكينا بحلقة عن هذا الموضوع، كانت وياك أعتقد، مو حكينا عن العهدة العمرية؟ ما أظن، كان بلكي مع السعر العدوية سال حكينا طبعا بالتفصيل أنه لما دخل المصر إيش سوى من بلاوي ومشاكل، وقرينا بالتفصيل شنو الأشياء اللي مسموح لهم وشنو الأشياء اللي ما مسموح لهم. يعني مثلا إذا واحد مسلم يلجأ إلى مسيحي ما يسمحوا له، يعني مثلا يريد يآمن بالدين المسيحي ما راح يسمحوا له ويرفضون الشيء، بينما العكس إذا حصل هذا الشيء مسموح أنه يقدر أي مسيحي يدخل إلى دين الإسلام بدون أي مشاكل يعني. فهذا الشيء من أحد الأشياء. وإذا كان مثلا شخص قاعد مثلا وفاة المسلم لازم يقوم له، لازم يقول له ويخفض راسه ما يبقى عليه، يبقى راسه نازل اللي جوا، يعني إهانة واحتقارا. حتى لما كانوا يدفعون الجزية لما يفوتون كانوا يضربون كف على رقبتهم مرة ما يسلمون الفلوس، لازم من يسلم الفلوس ما يعني ما يشيل راسه براس الشخص اللي يعطيه الفلوس، يعني مهان دليل، ونفس الوقت يعني ممكن ينضرب كف أمينة برقبته يعني مثل ما يقول. فبعد هواي أشياء يعني الإهانات اللي موجودة، أي كنيسة تنهدم ما يصير يبنوها ولا يعمروها، والأشخاص قد ما يجون مثلا جوي ضيوف جوي مكانات أخرى وما في مكانات عندهم، غصبا عليهم المسيحيين يستقبلون في بيوتهم على الأقل 3 أيام أكل وشرب وكل شيء. يعني يعني بعد هذا شو تسمي هذا؟ انت قل لي هذا الشيء سموه، حتى الاستعمار ما سوى هذا الشيء. يعني هاي دكية مفتوحة مثل ما بقولوا، يعني مثل شوف الوقاحة، انه لازم مفروض عليك تستقبله 3 أيام وتطعميه وتشربه لهالعرابي اللي جاي من الصحراء، اللي يعني ما هو ملاقي ياكل اصلا، حفيان عاري وغصب عنه بده يستقبله 3 أيام. شوفوا الذوق، شوفوا يعني الاتيكيت اللي عند العرب، انه غصب عنك بدك تستقبلني ببيتك 3 أيام وطعميني وشربني. يعني هي اكرام الضيف. شوفوا لما العرب بيقولوا عندهم الكرم، فاجبروا الناس على الكرم انه يصيروا كرماء. دانيال حبيبي اعطينا رايك. مساء الخير صديقي جان ولجميع الاصدقاء الموجودين المتابعين والمشاركين، وتحية لكم. مسائي من عندنا، من هون ما بعرف عندكم صباحي، ما عندي علم. من هون مساء الخير للجميع بشكل عام. تاريخ العربي
أو التاريخ الأصولي العربي نقل لنا عبر العرب، وقلة قليلة من المؤرخين يعني الغربيين نقلوا هذا التاريخ. فنشوف بتاريخهم في كثير من التضارب ما بين الأحاديث والأفعال، فوصفوا بالشهامة مثلا ووصفوا بالكرامة، بينما نشوف مثلا بتاريخه اللي نقلوا العرب، يعني عم نحكي عن لسان العرب، انه قديما كان الفارس يبعث مرته عند فارس آخر حتى يعني تتزوج معه حتى تنجب ولد يكون من صلب قوي فيبيها فيه الأب، وكان معروف تبادل الزوجات عند العرب، وأيضا كان معروف أنه بالكرم الكرم كان مفروض فرض اجتماعيا عليهم. شو يعني؟ كان يميز البخيل، وفي روايات كتير بتدل على شخصيات تاريخية كانت تعير بالبخل أنه هذه الشخصية بخيلة، فكان الكرم مفروض فرض عليهم، وكان الكرم بشكل عام يعني يفرض اجتماعيا وهو مش من الصفة المكتسبة. وفي ملاحظة مهمة مثلا على محمد، بيقولوا لك الصادق الأمين، الصدق والأمانة هي مش صفة بالإنسان، هي فعل بالإنسان، فبس يكون المجتمع كذاب وحرامي فيميز فيه الصادق والأمين. لذلك فالمجتمع العربي مستدل من خلال ميز محمد بصفة الصادق الأمين كمجتمع كذاب وغير أمين مثلا، لذلك ميزت شخصية فيه. مثل نحن بنقول في 10 أشخاص بالغرفة في بيناتهم دكتور، إذا التسعة هم مش دكاترة، فوقت اللي بنقول محمد ميز بهذه الصفة بالصفة على فرض إنه هي صفة صحيحة، إذا المجتمع بيعني لكن لا صادق ولا أمين. فحتى بوصف القرآن كنتم قبائل قدبة، بيوصفهم بأنه هم كان أرطى مجموعة فصائل مبعثرة، وإجا شخصية اسمها محمد وجماعتهم، يعني حتى بوصف القرآن يعني إجا وصف مزم بحق هذه المجموعات. وبتلاقي بتاريخهم إذا بدك تيجي تطلع أكثر على تاريخهم بيوجعك راسك من خلال الأحداث اللي مرقت عبر التاريخ، حروبهم شو كانت، غزواتهم شو كانت، شو أهدافها، شو سياستها، شو تركت من آثار. مثلا احتلوا الأندلس أو إسبانيا حاليا فترة طويلة من الزمن، فشو هي الثقافة اللي تركوها بالأندلس؟ لا شيء. بعد خروج العرب من إسبانيا أو من الغرب من أوروبا، بتلاقي إنه الإسبان رجعوا فورا لديانتهم القديمة ألا وهي الديانة المسيحية، وبلشوا يحولوا المساجد والجوامع الجوامع بلشوا يحولوها لمراكز سياحية حاليا مثلا. وقديما المسيحيين حولوا الجوامع مثل ما عمل الاتحاد السوفيتي، حولوهم لمكان ليخزنوا فيه القمح والأكل والطعام، أماكن تخزين. فإذا الغزو اللي كان ما كان غزو ثقافي، ما كان غزو له مرحلة بعيدة أو له مثلا أهداف ثقافية، كان بكل بساطة غزو قبائلي مثل ما بنعرف عن القبائل العربية بغزواتها، هدفه النساء، هدفه الذهب المال لا أكثر ولا أقل، فما في أي منتوج ثقافي كان عندهم. فأنا هذا يعني باختصار تعليق عن النقطة. بالضبط يعني هن أصلاً ليست عندهم ثقافة غير ثقافة الغنائم، ثقافة الغزو حتى ينقلوها للشعوب الأخرى، يعني نقلوا ثقافتنا لبلاد الشام، وشايفين بلاد الشام صارت كلها قبائل، ويعني بشكل قبائل متحاربة مثل ما احنا شايفين هلا، في شيعة سنة دروز علوية، كل هالشيء هي الثقافة القبائلية العشائرية نقلوها لكل بلد راحوا فيها اصلا، يعني صارت كلها عشائر وقبائل يعني صاروا يعني قبائل وعشائر ونازلين ضرب بعضهم غزوات ببعضهم، يعني نفس الطريقة ولكن صارت بطريقة حداثية شوي، يعني الغزو بالكيماوي، الغزو بالطائرات، الغزو بالمدافع والدبابات، هذا اللي صار للأسف الشديد، هاي هي الثقافة. طب خلونا نرحب بالأخ عمران. أخي عمران أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك جان، وأهلا وسهلا بالجميع. أنا بالصدفة شفت الدعوة مفتوحة فدخلت. أهلا وسهلا فيك، وأنا يعني الدعوة مفتوحة لكل الأصدقاء اللي حابين يشاركوا بهالمؤتمر الصحفي هذا. بما أنه أنت صحفي أخونا عمران. لا أنا كنت صحفي، أنا هلا مبرمج، ما عاد لي علاقة بالثورة. يعني ضروري تكون صحفي يكون له علاقة بالثورة يعني؟ هلا بسوريا ايه بدك تكون يعني بتعرف انقسمنا يا ثوره يا نظام. يا سيدي يا ريت لي لو كان ثوره كان كنا مع الثوره، لكن للاسف الشديد اتباع محمد حولوها
ثورة إسلامية، أو لا توجد ثورة إسلامية، يعني حولوها إلى شطط ولطط يعني مثل ما بقولوا. صحيح. على كل النقطة الثانية، اللي يعني إنه الكنائس إنه ما يعمروا كنائس، وإنه إذا شيء هدم منه لازم ما يصلحوا يعني، ولا يمنعوا كنائسهم من أن ينزل أحد من المسلمين 3 ليالي يطعمونه، ولا يأو جاسوسا ولا يكتموا غشا للمسلمين. طبعا نحن ضد أنه العالم تحوي جواسيس، وضد أنه العالم يكتموا غش لكان للمسلمين ولا لغير المسلمين، ولا يعلموا أولادهم القرآن. هون في نقطة كثير مهمة يعني شباب، أنا بدي أخذ آراءكم، شو معناتي يعني، شو المقصود، وشو بده، وليش خايفين انه يتعلم اولاد المسيحيين القران يعني؟ جانو اذا بنبدا من عندك تفضل. قبل ما اجاوب على هذا السؤال ذكرت شيء كثير كثير مهم، من حيث الجوهريه والمضمون، يعني انه الفكره القبيله والعشائريه لما كان الأوس والخزرج بيناتهم عركات مشان واحد سرق ناقة أو سرق نعجة، والعركة طول بيناتهم السنين طويلة 30 سنة 40 سنة بس مشان هيك شيء. فمحمد وحد هذه القبائل، هي نفس التفكير إنه واحد يسطو على الثاني بس مش على نفسنا، على الغير، والغير متحضرين، والإنسان المتحضر دائما يحب الحياة بيكره الموت، فدائما بتلاقي الإنسان المتحضر راح يستسلم، بسرعة مشان بيحب الحياة وبيكره الموت. بس الهمج عندهم البقاء والموت نفس الشيء، وخاصة إذا بتكون في دوافع، مالية وروحية، يعني أنت راح تستفيد في الدنيا وفي الآخرة، يعني إذا غنمت وسبيت هذا إلك، وإذا قتلت راح تروح للجنة وتأخذ، هذا الدوافع. أما بالنسبة لسؤالك إنه تغيير شو كان؟ سؤالي كان إنه خليني خربطت شوي، أنا كنت مع الشباب انه بالعهد العمريه انه لازم ما يعلموا اولادهم القران. ليش المسلمين بهمهم انه الاولاد المسيحيين ما يتعلموا القران؟ انا بحسب معلوماتي المتواضعه انه اهم سبب هي انه كل القصص الموجوده هي في عهد القديم، في البايبل والانجيل، يعني التوراة، يعني نفس القصص. محمد ما جرى شيء جديد، فمشان هيك اذا واحد مسيحي بيقرا القران راح يضحك عليه لان هذا شيء معروف بالنسبه له، يعني ما جاب شيء جديد، ما جاب شيء تكون اكثر توسعا فكريا، يعني تكون اعمق فكريا، او تكون في جوانب انسانيه فيها. هي جاب نفس الشيء بس بصيغه، يعني هلا شركه مرسيدس بيسوي كثير سيارات مرسيدس، بس الموديلات تختلف، هي نفس القصص جايبها بس هيك اختلاف في اللايت، اختلاف في 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 شيء معين، نفس الاشياء. هذا هو بالنسبه لي هيك بشوفها. طيب انا بشكرك جانو. خلونا نرحب بالاخت رانيا. رانيا اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بكم، كنت عامله ميوت مع اسف. نحب نشكر جميع الحاضرين ونرحب أصدقائي الموجودين بالحلقة والمشاهدين، مرحبا. أهلا وسهلا فيك رانيا. رانيا نحن موضوعنا اللي عم نحكي فيه عن العهد العمرية، طب بأحد شروط العهد العمرية عم بيقول إنه لازم المسيحيين اللي كانوا ببلاد الشام اللي فرض عليهم عمر
الشروط المجحفة انه ما يعلموا اولادهم القرآن، شو السبب برأيك انت انه عمر خايف من المسيحيين يتعلموا القرآن، انه يعلموا اولادهم القرآن؟ شو السبب؟ يعني بالعكس الانسان بفرح انه اليوم انا عندي مثلا مبدأ الالحاد، انه لما يجي المسلم يعلم ابنه الالحاد، يعني مبادئ الالحاد شو هي، بكون سعيد. بس ليش عمر ما حب، يعني ما بده انه الاولاد المسيحيه يتعلموا القرآن؟ تفضل. نعم، شكرا. انا ما بعرف يعني ليش بالضبط، ولكن يمكن انه هو اصلا فرض عليهم جزيه وهيك، قال لهم يا انا عندي هي الصوره تاعها، ما بعرف يعني يمكن شاركها مع الجميع او يمكن فقط اقرا. الصوره جيده، تفضلي. فيني أشوف الصورة تاع الوحدة هاي؟ هحاول يعني. إذا بدي عندك صور تنشريها تفضل. عندي ما. أوكي. بدون أنتم عم تشوفوا ال هل عم بتشوفوا الصورة في الباك جراوند؟ ما عم بسمعكم. عم في الباك جراوند، استمري. لانه انا ما عم اشوف الصوره مع الاسف. طيب، هاي هي العهد العمريه. نعم. هذا ما عم بتشوفوني، عم تسمعوا كل شيء؟ صوتك مسموع، عم نشوف. وصورة العهد العمرية مكتوب يعني مرئية كمان ولا لا؟ مرئية، تفضلي. طيب، العهد العمرية هذا ما أعطى عبد الله عبد عمر أم المؤمنين أهل إلياء بلا بلا بلا، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقما وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها ولا حيزها ولا من صليبهم شيء، يعني يعطيهم الحق أنهم يبقوا ويملكوا اسم لا تهدم يعني، وفلك هون على دينهم. راني، أنا قريت بالبداية الحلقة، أنا قريت العهد العمرية كاملة، يعني أظن الأصدقاء المتابعين سمعوها كاملة، ولكن في النقطة هاي اللي إنه لا تعلموا أولادكم، لا يعلموا أولادهم القرآن، يعني شو السبب اللي بخليه ما يخليه يخاف أن أولاد المسيحيين يتعلموا القرآن؟ هذا اللي بدي رأيك فيه بالضبط. نعم، أنا بظن أنه المسلمين عندهم هذه النرجسية دائما، يعني إحنا فقط شعب المختار، يعني ما بيحبوا مثلا محمد لما سن القوانين الشريعة في جميع المسلمين اللي تتبعها حتى اليوم، المرأة لا يسمح لها أو ممنوع أنها تتجوز شخص غير مسلم. طبعا الرجل مسموح له يتزوج مرأة لو كانت مسيحية أو يهودية مثلا، طبعا ممنوع عليه طبعا يتزوج مرأة غير مؤمنة بهذه الديانة الاثنين أو الثلاثة هذول الإبراهيمية، لكن المرأة ممنوع عليه هذا الشيء. وطبعا هذا يرجع فقط للعنصرية، الدين هذا عنصري، شريعته عنصرية وقوانينه عنصرية، ولهذا نظن هذا هو يرجع سبب بالضبط، لأنه بالضبط لما فرنسا مثلا، هو هذا هو مبدأ الاستعمار، لما المستعمرين يدخلوا بلاد غيرهم ما هم جايين يعني ينشروا التربية والتعليم والثقافة وينشروا الحضارة، حتى هذه يعني لو حطيناها بين قوسين فقط، المقارنة بين استعمار الإسلامي للدول في القديم، جميع الدول يعني حتى الغير عربية، نشر الإسلامي، نشر الدعوة الإسلامية في القديم نفسه، نقارنه نلقاه في مشابهات كثيرة بينه وبين الاستعمار الأوروبي اللي هو البريطاني والفرنسي. فرنسا نعم، فرنسا حاربت اللغة العربية وحاولت أنه الجميع يدرس اللغة الفرنسية، وحاولت تمحي الهوية بالضبط، يعني المستعمرين الإسلاميين دخلوا مصر في عصر عمر شو اسمه هذا اللي اكتب هذا العهد العمرية، قال لهم تدفعوا الجزية ولا ترحلوا علينا، وما سمح لأولادهم أن يدرسوا الإسلام لأنه هو عنصري،
يحب فقط يعني ما يحبش ينشر أي شيء في دينه. صراحة راني أنا برأيي إنه عمر كان خايف يشوفوا البهدلات الموجودة بالقرآن، يعني عشان ما يكشفوا القرآن على حقيقته. يعني إذا أولادهم تعلموا القرآن، طبعا مسيحي عم بيعلم ابنه القرآن، يعني معناته عم بيعلمه بطريقة نقدية، ما رح يعلمه إياها بطريقة مثل طريقة المسلمين التقديسية، رح يعلمه بطريقة نقدية. قال له تعال يا ابني شوف المسلمين شو عم بيقولوا بالقرآن، شو هالتفاهات هي. يعني أظن كان خوفه من هالنقطة هي، هذا رأيي الشخصي طبعا. دانيال انت شو رايك؟ سوري بشكل عام يعني بس يكون عندك مؤسسه، انت بتكمل عندك اخر يطلع عليها بتفاصيلها، وبس يكون عندك مؤسسه تفرض على الموظف تاعولك انه اذا دخلت على هذه المؤسسه اشتغلت فيها فاذا طلعت منها راح احط عليك بند جزائي، اذا فيها اسرار هذه المؤسسه انت بتخاف الشخص يطلع منها لذلك تفرض عليه بند جزائي، فبتحاول تستغل كل قدراته أو كل موارده لهذا الشخص من باب أنه تخليه عندك بالمؤسسة. والدين بالأساس هو مؤسسة، وبالقانون الدين ما بيسجل غير مؤسسة، لذلك بتشوف الأزهر مثلا يسجل قانونيا بأنه مؤسسة الأزهر لأنه مؤسسة فعليا شركة تجارية بالنهاية. فموضوع الدين هم بشكل عام أو أنه الدخول إلى الدين، فبتشوف الخروج يعني الدخول للحمام اللي هو الدين مش مثل الخروج منه، فما فيني وصفه غير بالتواليت للدين. إذا بترائب موضوع الدين انه من بدل دينه فاقتلوه مثلا وفي عنده حد الردي، هذا كله خوف من النتائج العكسية. وذكرت الصديقة ديودي بانه موضوع جواز المسلم من الكنسية جائز او من اليهودية جائز، بينما زواج الكنسي او اليهودي من المسلم غير جائز. ليه؟ لانه بيعتبروا حيخسروا فرد من هذه المؤسسه، بهمهم انك تستقطب فرد لهذه المؤسسه وما بهمهم انك تخسر فرد من هذه المؤسسه. لذلك بتشوف جواز المسلم من المسيحيه جائز، انما زواج المسيحي من المسلم غير جائز. دائما عندهم الخوف من الخروج من الدين، لانه الخروج من الدين انا امبارح كنت عم اقول شغله مهمه، الملحد يملك مناعه، الملحد يملك مناعه. شو هي هذه المناعه؟ شو فوائد الالحاد مثلا؟ انه الملحد بيملك مناعه، بيبتعد عن تقديس النص، بيقرا النص بشكل نقدي على عكس المؤمن، لانه المؤمن ملزم بشيء اسمه النص المقدس او الاسلوب المقدس بالقراءه. تجي بتقول له الله غرق الكوكب كله وقتل كل المخلوقات اللي كانت على وجه هذا الكوكب، والكابتن نوح طلع بسفينة باخرة فوق الجبال وصلت درجة الحرارة ناقص 30، ما في أكسجين. المؤمن ما في ينتقد هذا النص لأنه مسيطر عليه، فهمت علي؟ أما يعني نحن نقرأ النص من دون يعني في علامات استفهام بدنا نطرحها. لذلك أنا بقول الملحد عنده قناعة يفتقر لهذه القناعة المؤمن، وبسبب عدة ضغوطات موجودة على المؤمن بعيشها، ألا وهي الضغوطات النفسية. شو هي الضغوطات النفسية؟ يلي قبل ما ينام بده يفكر انا شو عملت اليوم، هل ارتكبت حرام، هل ارتكبت حلال، هل حفوت على الجنه، هل الله حيعملني سيخ شاورما بكره ياكل مني جبرائيل وميكائيل واسرافيل الى اخره من هالكائنات الوهميه اللي اخترعها الانسان. فلذلك بتشوف الدين اداه للسيطره، واكبر دليل على انه الدين اداه للسيطره هو انه ما في مجال انك تخرج منه لهذا الدين. خروجك منه لهذا الدين يعني انتهاء حياتك بكل بساطه، بدك تقتل لعدة طبعا أسباب وظروف، منها أسباب سرية غير معلنة بالدين نفسه. فتجي بتسأل أنت مثلا ليش بتقتل المرتد، بيقول لك خوفا ما أنه يصير فتنة ويعني الآخرين يلحقوه. طب يلحقوه ليش أنت خايفان؟ بيقول لك خوفا من أنه يعمل بلبلة داخل الدم. طالما أنت محصن، طالما المؤسسة تاعيتك ركائزة ودعائمة صحيحة وسليمة، ما المفروض يكون عندك خوف؟ بالعكس، ما حتى بالقرآن مثلا، حتى بقرآنكم اللي انتم مؤمنين فيه مثلا، في قاعدة وقت اللي ربكم إبليس تحديلها ربكم، بكل بساطة ربكم نفيه لإبليس، ما قتلوا الإبليس مثلا، فليش ما بتعتمدوا بهذا المنهج مثلا؟ عمول كقصة خرافية سومرية الأساس يعني عراقية المنشأ هيدي القصة، يعني القصة قصة إبليس وآدم والله ورفقاته ولاد أخته وجيرانه يعني. فالمبدأ بكل بساطة وباختصار حتى ما طول هو
بانه الدين مدخل ما له مخرج، يعني انتر ويزاوت اكسيت، خلاص انت دخلت علقت جوا ما في مجال انك تظهر. الخروج منه لهذا الدين بكل بساطه بيوديك على شيء اسمه المقبره، تروح تندفن هناك وانتهى الموضوع. وحتى من ميله اخرى، الخروج منه لهذا الدين اذا انت خرجت على اوروبا مثل احوالنا نحن، او مش بس اوروبا، يعني اذا خرجت لنقول على امريكا وغير الدول، فحتكتشف انك انت حيتم اخراجك من المجموعه الاسريه، مثلك جان مثلا دردشنا مره، يعني حتصير محارب اسريا، يعني بكل بساطه العائله ممكن تقوم بدفعك او توقف التعاطي معك بحكم انك انت خرجت من هيدا المنهج او من هيدا الدين الى اخره. وقبل ما اخطب في صديق العلم محمد عم بيقول دانيال من المسيحيه للالحاد، انا اول شيء اسمي محمد اصلا، عمرو اسمي الحقيقي مش دانيال، فبعتذر لتخيب ظنك. ومرسي جان. أهلا وسهلا أخي دانيال، يعني محمد إلى دانيال شيء عظيم. طبعا في معنى مشترك جديد محمد اسمه أظن، خلينا نرحب فيه ويا ريت تعرفنا على حضرتك. أهلا فيكم، أشكركم على هاي الفرصة، يا ريت عم تسمعوني مظبوط يعني. أكيد عم نسمعك. أنا اسمي محمد من موريتانيا، أنا لا زال مسلم للأسف. لا لا هاي فهمني يا محمد، ليش مسلم للأسف؟ يعني إنسان لما يعني أكيد عم تقولوا مسكين هذا المسلم يعني. ما هو مسكين يعني، نحن برأينا هو ضحية فقط يعني، ما ليس. أنا أردت المداخلة فقط لإثراء الحوار وأشكركم على الاستقبال. فقط أردت أن أشير إلى بعض النقاط المهمة، منها الثقافة العربية أصلاً يعني قبل الإسلام. هذه مواضيع كانت قد تناولها مفكرون عرب كثيرون كالأديب الشهير نجيب محفوظ. ألو؟ نعم نسمعك أخي، نسمعك تفضل. كالأديب المفكر الكبير نجيب محفوظ ومالك بن نبي من الجزائر، أن ثقافة العرب أصلاً هي ثقافة همجية، فهذه الثقافة أظن كانت أثرت تأثير كبير على كل ما أثرت على الأجيال المتصاعدة، حتى إذا وضعنا على جنب الإسلام الآن، أنه نجد أنه لم تتغير الثقافة بعد الإسلام. يعني الإسلام كانوا يعني النبي محمد أو الديانة الإسلامية لم تأتي بشيء جديد، فمثلا عندك العبودية بقت بعد بداية الخلافة، أبو بكر الصديق كان قد قاتل وناس لم يعترفوا به كأمير للمؤمنين يعني، كذلك عمر بن الخطاب لم يعترفوا به كأمير المؤمنين. شيء آخر هو السياق التاريخي، أردت أن أشير إلى هذه المسألة، يعني هل ما هو مقبول ما هو غير مقبول اليوم، هل يمكن أن نقيس، أصدي الفكرة أنه هل نقيس أمور حدثت في زمان على واقعنا اليوم؟ يعني هناك أشياء كانت مقبولة زمان لم تعد مقبولة اليوم، الحروب، لأن الحروب الإنسانية التي قامت في فترة عمر بن الخطاب وما بعد، اللي هي يعني قبل قيام الإمبراطورية لخلافة الإسلام، هل هي كانت حروب على أساس ديني؟ لهذا نجد أنه هناك حوادث كثيرة حصلت بسبب هذا الخلاف الديني، لأنه الدول كانت دول على أسس دينية، لذلك نجد مثلا قتل المرتد، لأنه إذا ارتد وأصبح مسيحي سيذهب ليحاربنا، وإذا احتلينا نحن مثلا المسلمون أرض مسيحية فولاؤهم طبعا للدولة التي تتبنى ديانتهم. فأظن أنه القياس بمثل هذه فيه نوع من الأخطاء المنهجية. يعني صديقي محمد، يعني أنا بس بدي أنوه أنه مسألة القياس، ليش نحن بنقيس؟ لأنه المسلمين يقولون أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان،
لذلك القياس بيجي. وفي شغلة تانية انت قلت لي عليها انه الثقافة العربية لم تتغير. المشكلة انه الاسلام جمع الثقافة العربية، ثقافة الغزو جمعها ووضعها في اطار ديني مقدس. يعني الثقافة نفس الثقافة العربية اللي كانت موجودة في صحراء شبه الجزيرة العربية من 1400 سنة جمعت في روايات في القرآن وصارت كتاب مقدس وأحاديث مقدسة وباقية معنا حد اليوم. يعني هي الفكرة اللي كنت حابب أقول لك إياها. أكيد، لأنه نحن فعلا نعاني من الموروث التراثي كالأحاديث والأحاديث النبوية، لأنه هناك لو تفحصنا قليلا لوجدنا أنه هناك يعني نوع من أن نجد عادات مثلا كانت معروفة في الديانة اليهودية مثلا، يعني مثلا إذا بحثنا لوجدنا أنه النقاب هذا أصلا أتى من اليهودية يعني. واليوم تجد أن المسلمين المتشددين بين يعني يرون أن النقاب هذا أساس من الإسلام، يعني الغير منقبة هي عاهرة مع التدف اللفظ. ولكن كما قلت السياق التاريخي مهم جدا، لأنه إذا نظرنا إلى مثلا بداية عهد الخلافة الإسلامية سنجد أنه هناك أحاديث نبوية، طبعا هذا قد يقودنا إلى الخوض في أمور الأولى، ولكن أنه الأحاديث النبوية هناك أحاديث استحدثت لتواكب ما سياسات السلاطين التوسعية. هذه من النقاط يعني المهمة الإشارة إليها. أما بالنسبة للعهدة العمرية فأنا أرى أنها كانت وثيقة سياسية بامتياز وليست دينية. يمكن الربط بين السياسي والديني في هذا المجال على أنه الدولة هي دينية أصلا، فهذه فكرة مهمة جدا. ولكن طيب أنا بصراحة يعني أنا شايف حديثك هو حديث ملحدين وليس حديث شخص مسلم، يعني شو قصتك؟ بقول لك يا حبيبي أنا يعني مسلم ولكن لدي منظور خاص للدين. يعني لا أنت مسلم مشروع ملحد، يعني أنت مسلم قادم إلى الإلحاد، أهلا وسهلا فيك بين الأسود على كل حال. لا أنا لست ملحد ولكن أنا أبحث عن الحقيقة، فإذا وجدت في أحد الأيام أن هذا الدين يعني هو يعني مشكلة، هو الشر محيط أو شيء من هذا القبيل، فأنا لن أتوارى وسأترك. ولكن المسألة أنه إذا أردنا فعلا البحث عن الحقيقة فإنه لا يمكن أن تصل لمرحلة تقول أنا الآن وصلت إلى الحقيقة المطلقة. ولكن أنت مثلا أخي أنت اليوم ملحد، يمكن بعد 10 سنين تغير رأيك، وهذا هو مبدأ التفكير المنطقي على أساس. لكن أنا لدي فكرة أنه يجب أن نتحاور ونتفاهم حتى نصل إلى، لأنه الأساس ليس أن أكون ملحد أو أكون بوذي أو مسلم، المهم هو وطننا. نحن الآن نعيش في تخلف يعني الله يستر، لذلك يجب أن نعيد النظر في الكثير من أفكارنا لكي نحاول أن نتخلى عن الثقافة البدوية التي لا تزال تعيش فينا، لا تزال تعيش في أنا كمحمد وفي أي شخص عربي آخر يعني. وأشكرك على أن العفو حبيبي. بكل تأكيد كلنا نبحث عن الحقيقة، ويعني زينة الحياة إنه نشغل عقولنا مهما كان المقدس أمامنا. لذلك نحن وصلنا ملحدين يعني. وإذا العلوم اكتشفت يوم من الأيام أن هناك إله، صدقني أنا ما عندي مانع يعني أتعامل مع هالإله هذا بنفس النقاط اللي تظهر العلم، يعني إنه إذا خالقنا فرضا لنعبده خليه يفرجينا حاله وبنعبده بالطريقة اللي بده إياها. ولكن للأسف الشديد يعني شايفين كل هالحروب الصير
والزلمة هذا اللي مسمي حاله الله ما هو يعني مستخسر علينا انه يجي يطلع قدام الناس يقول يا جماعة انا الله حاشت قتلوا تعبدوني اني وخلصت الحكاية. يعني هاي النقطة المهمة. حكمة انا بدي اكون معك في نقطة عم بيقول ان يوقروا المسلمين، يعني مخاطبا المسيحيين انه لازم وان يوقروا المسلمين، يعني اذا لا يمنعوا ذوي قرابتهم من الاسلام ان ارادوا وان يوقروا المسلمين. كيف يعني يوقروا المسلمين؟ يا ريت تشرح لنا شوي ابو الحكم تفضل. يعني هنا لما العهدة العمرية ذكرت بالش اسمه قرأناها بال الآيات الرهابية لما شرحنا حتى يقول جزة عن يد هم صاغرون. حكمة حبيبي في مشكلة بالصوت عندك عم تزعج بصراحة، الصوت كتير ما واضح يعني عم بطلع معه غشة. يا ريت تطلع ترجع تتصل إذا في إمكانية. أوكي ألا بعده سيء؟ لا سيء هو الصوت. الصوت طبعا انا ماشي يلا اتحول بالسؤال هذا لك عمران اذا توقير المسلمين. هلا توقير المسلمين، انا اول شيء كنت بدي اجاوب على سؤال، اول سؤال سالته انه ليش المسيحيين انه ممنوع يقرأ القرآن كانوا بالعهد العمري. تفضل. ببساطة كان إذا أي مسيحي مسك، طبعا معروف كانوا المسيحيين بهذيك الفترة جان مطلعين على التوراة وعندهم الإنجيل بالعهد القديم، إذا قروا القرآن رح يشوفوا أنه محمد أخذ نسخ لصق حاطه بالقرآن من هالكتب هاي. وعمر يعني كان مانو غبي، كان شخص ضليع ورح يعرف أنه رح يمكن كان صار حركات إلحادية لو قروا لو المسيحيين قروا القرآن وفرجوا المسلمين انه هذا من عندنا. يعني هلا يوقروا المسلمين، مشكلة اللغة العربية انه هي لغة الألغاز، يعني ممكن حركة او نقطة تغير لك معنى الكلمة كلها، بس يعني مبيني كانت استعباد لا اكثر ولا اقل، استعباد بمعنى الكلمة. يعني شو معنى انه لا تظهر الصلب على كنائسنا ونشد الزنانير على أوساطنا، وشو معنى أنه كان الكاهن الكنيسي بمعنى ماني حافظ النص بالضبط بس أنه يحط صليب حديدي ثقيل برقبته مشان يضل ظهره محني. يعني كان استعباد لا أكثر ولا أقل أنا بشوفها. شكرا لك حكمة. عفوا عمران، شكرا لك حبيبي. حكمة نفس السؤال، شو معنات يوقر المسلمين؟ يعني على المسيحي انه يوقر المسلم، يعني على اساس المسلم هو شيء شغلة كبيرة والمسيحي درجة تانية متدنية ولازم يوقر المسلم. تفضل. هسه صوتي شونة؟ صوتك رائع، صوتك زين. اوكي حبيبي. طبعا اول شيء اريد اوجه الكلام نفسه هذا الاخ تحسين اللي قال انتوا ليش ما تحترمون ارائنا. زين انتوا لما رحتوا احترمتوا الاشياء اللي كانوا اسمها ماشيين عليه المسيحيين؟ طيب انتوا لما المسيحيين كان عندهم عباداتهم والتزاماتهم، انتوا جيتوا احتقرتوهم وسويتوا ما عاد هاي سويتوا حتى اللي قبلكم اللي كانوا يعبدون الاصنام، يا اخي هم يعبدون الاصنام ما يرموكم بالحجر وما عابدين الاصنام، انتم مو جيتوا نفس الشيء احتقرتوا اللي يؤمنون به ودمرتوا في سبيل بس تعلون تصيرون فوق؟ يعني وشون انت تطالبنا بهذا الطلب وانت ما عندك هذا الاحترام، نفس الاحترام اللي تدعي به اللي تطالبنا به، انت ما عندك الاحترام ولا مو بس المسيحيين، ما عندك احترام اليهود، ما عندك احترام للهندوس، اي واحد انت تريد تكون فوقه. نرجع مسألة التوقير المسلمين، يعني انت تجي هنا تحتل المدينة وتفرض عليهم شروطك وكل الاشياء اللي انت الظلم اللي تقيمه عليهم وتقول لك ما لا فوقها، يعني لازم توقروني، يعني يوقروك هو شنو؟ من الخوف، يعني ماكو غير الخوف اللي يخليهم يوقروك، وماكو توقير، هو مجرد خوف. يعني السيف يكون على راسه، هو لو مو السيف على راسه
ما يقدر لا يحترمك ولا أي شيء. فأنت برأيك أنا في هون شغلة إنه يعني هي عقدة نقص إنه تعوقرني يا فلان. طبيعي هو يعني مو قلت لك أنا بحلقات كثيرة قلت يعني ناس جايين يأكلون كانوا جراد ويأكلون لحم حمير وكان مرات يأكلون لحم قطط وكلاب ما عندهم يأكلون يشربون يعني حتى المي الوسخ الآسن كان يشربوه يعني يذول وما عندهم حتى من عالات يلبسون الجوي فجأة صاروا هيجي دائما الإحساس النقط يكون عندهم موجود ناس متحضرين ناس عندهم ثقافة أخرى حتى من زمان يعني بذاك الزمان كان عندهم مكانات كراسي يقعدون مكانات العبادة وعندهم كنائسهم يعني فهم يعني مثل ما يقول يرجعون مستواهم يرجعوا المسيحيين وبقية الأقليات إلى مستواهم ينزلون إلى مستواهم لأنهم ما عندهم ثقافة بيقول لك اللي ما دام أنا ما أقدر أوصل إلى ثقافته خليه أنزل هو ثقافته يكون نفس المستوى معي يعني فهذا العقدة النقص اللي بيهم يحاولون بأي طريقة يوصلون أفكارهم وبنفس الوقت ما يتنازلون عن الأشياء اللي هم ماشيين عليها من تخلف طريقة أكلهم لو تشوفون نفس الطريقة بالسعودية شلون يأكلون نفس الطريقة القديمة كان يأكلون بها يعني هذا يدل على أنه لو آلاف السنين فوتوا ما يقدرون يستعملون معلقة يعني أنا بس أقول لك على صديق يعني مثقف وش اسمه بس ملتزم بالدين مرة عزمني على بيته شفته يأكل اللي يحط بإيده المرأة يحطها بالرز ويأكل تقول ليش عم تعمل هيك قال لي هاي من السنة أنا لا يعني قلبت معدتي ما قدرت أكل ولا لقمة قلت له ما أقدر أنا أشوفك تأكل بهاي الطريقة يعني هو يعني شيخ جامع وملتزم ومرة ثانية شافني أنا بطلت من الأكل صار يستعمل معلقة غصبا عنه يعني نزل إلى مستوى الثقافة الموجودة يعني بالضبط يعني فيهم في نقطة كتير مهمة إنه المجتمعات الإسلامية لا بترحم لا بتخلي رحمة الله تنزل مثل ما بقولوا يعني بمعنى إنه ما بيحب يتعلم وما بيخلي بي بي ما بيخلي غيره يكون أحسن منه يعني بيغار من غيره ليش أحسن منه وهو كسول بعقلية كسولة ما بيحب يتعلم جانو أنا بدي أسألك السؤال هذا إنه يعني كيف تشرح عقلية المسلم اللي ما بحب يتعلم وبيتمسك بثقافته المتخلفة اللي أصله من 1400 سنة مثلاً ما بحب يضيف شيء عليها شيء جديد تفضل طبعاً أول شيء خليني أرحب بأخي عمران وأختي العزيزة رانيا وأخ محمد طبعاً أخ محمد قال شيء إنه الحقيقة حبيبي أحمد أنت محمد عفواً أنت بحياتك ما راح تلاقي حقيقة المطلقة ما في شيء اسمه حقيقة المطلقة إنه هذا الشيء 100% دائما الحقيقة النسبية في ناس بيشوفوا ال مثلا في ناس مع الحكومة وفي ناس ضد الحكومة في ناس بيشوفوا إنه الداعش منقضين لهم في ناس بيشوفوا مجرمين فالحقيقة دائما بتكون نسبية أنت كيف توصل لحقيقة الأكثرية يعني 90% هيك لما بتصير أكثرية ساحقة هيك بتكون الحقائق تبان ما في شيء اسمه 100% ما راح تلاقي شيء اسمه 100% حتى في العلم بس العلم بيديك براهن وأدلة إنه هذا الشيء حقيقة بالنسبة لسؤالك كان عفواً ما كتبت السؤال ولا يهمك أنا سؤالي إنه العقلية العربية ما يعني عقلية كسولة هي طبعاً جاية من ثقافة الغنائم والأشياء المشكلة مش فقط في عقلية كسولة في عقلية إنه خوف انت لما تتربي شخص منذ الولادة انه هذا الشيء مقدس انه هذا الشيء كلام الله انه هذا الشيء مش لازم تخرج منه حتى اذا بيكون لوحده راح يخاف انه
يسوي شيء او ما بيسوي هذا التلقين. ليش بيلقنون؟ ليش في مجتمعاتنا دائما في المناسبات بتشوف الدم؟ هذا المنظر مشان يصير طبيعي لهم، بس ما بتشوف في دول متحضره نقطه دم في اي شارع. ليش؟ لان ارقوا بمستوى عقولهم ومجتمعاتهم عكس مجتمعاتنا. دائما دائما الشخص المؤمن بيسوي اشياء ضد غرائز، ضد الغرائز قدام عينك. يعني لما ما بتكون موجود، لما بتكون موجود راح تقول اشياء عكسيه. يعني هذا بيصير عنده ازدواجيه. يعني كل اشخاص المتدينين، بقول اغلبيه الساحقه مش امان عام، انه مزدوجين. يعني بيجي لك بيحكي شيء ومن وراء بيحكي شيء ثاني، بيمدحك من قدامك بس لما ما بتكون موجود بيذمك، بيقول انه انت شخص هيك وهيك. ف دائما والعقليه يعني الشموليه، مش انه المجتمع الاسلامي يعني ما بتحترم الفرد، تحترم المجتمع. الفرد ما له قيمه في 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 مجتمعاتنا. يعني اذا حتى والمشكله اذا عندهم قيم او تقييم كثير عجيب وغريب، انه كيف انه هذا المليار مسلم غلطانين. يعني لما ألبرت أينشتاين قال إنه نظرية الجاذبية لإسحاق نيوتن خطأ، كل الناس قالوا، حتى العلماء قالوا إنه هذا مجنون. يعني مش خطأ بمعنى الكلي، بمعنى يعني تقدر تقول نصف تبع النظرية خطأ. فلما انتبهت شخص واحد قال انه هذا الشخص بيقول كلام حقيقي وموزون وعلمي. ولما اكتشفوا العالم هذه النظريه تبع ألبرت أينشتاين النسبيه العامه والخاصه دهلوا. فمش كل شيء. يعني في فيلسوف امريكي بيقول انه لما تمشي مع القطيع لازم رأسا توقف وتفكر انه رايح لمكان مش مكانك. يعني لازم توقف، هذا مش مكانك. فمع الأسف انه المجتمع الإسلامي دائما بيمشي وما في حدا بيقدر يوقفه. شكرا جانو، شكرا رانيا. انا بدي نفس الفكره انه العقليه العربيه الاسلاميه لا تقبل التقدم وما بتخلي حدا يتقدم. يعني انا بزمانه شفت فيديو عن الفضاء، بصراحه هي اول ما جيت على لندن كان بحدود 2000 سنه 2000، فدخلت على مسجد باسمه فينزبري بارك. هالمسجد هذا طبعا اصدقاء كنا ماشيين، المهم كان في شغله، رحت شفت فيديوهات محطوطه، فيديوهات اسلاميه. فانا من عشاق علم الفلك، شفت فيديو عن الفضاء الخارجي، اوف شلته. وانا يعني متعجب كيف موجود هيك فيديو بجامعة يعني. شلته وطبعا استأجرته، أخذته على البيت، حطيت الفيديو، طلعت أول صورة طلعت المجرات واخترع ووصلوا ما بعرف لوين ولكن الله ما بعرف شو بدي يسوي فيهم واخترعوا كمان ولكن لم يصلوا إلى علم الله. يعني أول 5 دقائق رفضت الفيديو، شلته وكسرته، صدقوني كسرته، ورحت دفعت ثمنه كامل لهم، قلت لهم آسف يعني احترق معي الفيديو وانكسر صار في المي. المهم يعني ما عاد تذكر، لأنه صار لي الحكاية أكثر من 15 سنة. يعني
أظن 15 سنة تقريباً يعني نسيان شو الحجة اللي أعطتني إياها. فهل فكرة هاي إنه يعني ما بيحاولوا يفكروا ويتقدموا، ما بيخلي غيرهم يفكروا ويتقدموا، بالعكس يعني بيضربوه للي عم بيشتغل بيضربوه بنفس إنه لا تشتغل. شو رأيك بهالعقلية؟ تفضل. نعم، هو في زي ما قلوا أشياء اثنين هو المتحكمين في هذا الموضوع، تاع إنه الكسل العقلي، الناس لا تحب تفكر، وفي النقطة الثانية اللي هما يمشوا مع بعض الاثنين يعني مرتبطين بعض، يعني وجهين لعملة واحدة، وجهة القمع لأنه السلطة لا تسمح لهم أن يفكروا. الحقيقة قالها ربي، وإحنا هذا هو اللي نؤمن به. لا يحق لك أن تنقده أو تشكك فيه أو أي شيء آخر، أو تحاول تجد الحقيقة في مجال آخر. تقول لك مثلا في العلم أو في أي مجال، ممنوع 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 ممنوع، يعني الله هو اللي عنده الحقيقة، الإنسان لا يملك شيء. القمع يعني ممنوع تشكك في أي شيء. وكسل العقلي يعني المجتمعات لو نشوف تاريخهم يعني السلطة يعني كانوا دائما مستعمرين، يعني مستعمرين يعني من وقت سقوط الدولة العباسية وهما في حضيض، يعني كانوا مستعمرين من الأتراك العثمانيين يقون وقون، يعني الحضيض يعني تخلف وانحطاط كبير. حتى لو درسوا بالأدب وبالأشعار تلقى أنه في العهد العباسي كان هو الحضارة، لأنه كانوا مفتوحين وهما العباسيين هما اللي نقلوا التراث الإغريق، جميع الأبحاث وكل شيء هما اللي نقلهم. لو لم يكن العرب لهذا التراث كان ضاع، يعني ما ترجم أولا العربية ومن بعد ترجمهم العربية اللغة الأخرى. طبعا لو شفنا النقطة تاع الزمن هيك خرجوا من التاريخ بعد سقوط الدولة العباسية وعلى السلامة، يعني عليكم السلامة، يعني خلصت مساهم في التاريخ، خلص الإبداع، خلص البحث، ومن أيام ابن حنبل هذا بطيخه لما قالوا إنه النقل فوق العقل يعني، وسدوا باب الاجتهاد وخلصت الحكاية، أظن مع ابن تيمية ولا مع ابن حنبل بعد عصر الانحطاط طبعا بدأت يعني من هذاك الوقت. على كل يعني وقتنا صار ضيق ومعنا كتير أصدقاء، فدانيال بدي أبدأ معك، رأيك بالعهد العمرية كاملة، يعني شو بتعني العهد العمرية؟ تفضل. طب هيك انت هيك حتحرمني من الرد على صديقنا محمد اللي دخل معنا، عيب عليك. كيف حبيبي؟ هيك انت حتحرمني من الرد على صديقنا محمد، ساعده شوي، صديقنا الملحد المستقبلي. تفضل. لصديقنا محمد رسالة. الحقيقة مثل ما ذكر صديقنا جانو هي أمر نسبي وهي نسبية، والحقيقة تحتاج إلى التجرد. يعني نحن قبل ما نكون ملحدين أو لا دينيين، ما معزف في حدا لا ديني معنا أو ربوبي، فقبل الانتقال من مرحلة إلى مرحلة تجردنا. شو يعني تجردنا؟ تجردنا عن النص المقدس. أنا ما فيني إجي أقول إنه أنا مسلم مثلا إنما أبحث عن الحقيقة. بما أنك مسلم، إذا أنت معتد بكتاب نص هذا الكتاب، بدك تبحث بمضمون نص هذا الكتاب عن الحقيقة. إذا أنت ما تجردت عن المنهج الفكري اللي أنت معتمده أو أنت معتبره، لذلك الانطلاق بالبحث عن الحقيقة النسبية مثل ما ذكر صديقي جانو يحتاج إلى التجرد مثل القاضي. يعني أنا ما فيني إجي أقول أنا قاضي بين طرفين، بس الطرف الأول مبدئيا معه حق، أو الطرف الأول بسمع له والطرف الثاني ما بسمع له، فأنا إجي أحكم بين الشخصين بدي أتجرد عن المشاعر، وبدي أتجرد عن الانحياز الفكري لفريق دون فريق. فلنجي نقول حضرتك مسلم تبحث عن الحقيقة، بالأول لازم تكون لا ديني، ما بتؤمن بشيء، ثم تنطلق برحلة البحث. هذا هو المدخل، ما في غيره، ما تفكر في مدخل آخر. أما مسلم أبحث عن الحقيقة ما بتزبط، لأنه مثل ما ذكرنا الحقيقة أمر نسبي. فلازم تكون لا ديني مع نفسك، تصارح نفسك بهذا الخبر بإني غير مؤمن بهذه الأديان، ولا أبدأ عملية الاطلاع والبحث عن الحقيقة النسبية لنوصل لبر الأمان. بكل الأحوال أهلا وسهلا فينا بأسرتنا المتواضعة، ومن راحت فيك حتى لو كنت لو بقيت على إسلامك ما في أي مشكل بالموضوع. نحن بالنهاية إخوة بالإنسانية، نختلف بالآراء وبالأفكار،
وما بنقيم عليك لا حد الردي كما يفعل الإسلام ولا حد المغاير كما يفعل الإسلام النفي، لأنه السلام علينا بدينك لا يجوز لأنه نحن نعتبر مرتدين، هذا ما بيقره بصريح العبارة دينك. برجع لك دانيال، برجع لك قصدي أخذ تعقيب الأخ محمد على كلامك. تفضل أخي محمد. بصراحة أخي محمد هو مثل ما قلت، يعني مثل ما قال أخ دانيال، أنت تبحث عن الحقيقة ولكن الإسلام يقول أنا عندي الحقيقة المطلقة، يعني فكيف أنت مسلم وعندك الحقيقة المطلقة وتبحث عن حقيقة أخرى يعني؟ شكرا، أشكرك أخي وأشكر الإخوة خاصة أخي دانيال. يا ريت محمد يا ريت تقرب الميكروفون اللي عند تمك عشان نسمع مظبوط. طبعا أشكر الأخ دانيال يعني على هذا الكلام الجميل، بس يعني بقول له إنه السلام عليك والسلام عليكم جميعا. أنا ما بعتقد إنه حرام إنه سلم عليك، يعني أنا ما وصلت لهالشيء، إذا كان موجود يعني ممكن أنا ما بعرف، لكن ما حدا علمني إنه حرام تقول لحد السلام عليكم. نتجاوز النقطة، نقطة إنه أنا مسلم وأبحث عن الحقيقة، يعني أبحث، لم أصل إلى أنه الإسلام هذا مثل ما وصلتم أنتم، يعني لا زال أبحث. النقطة الأخرى، لست مطالبا بأن تتجرد من الدين لكي تبدأ في البحث عن الحقيقة، فأنت يجب أن تتجرد من العواطف ما يسمى بالستيريوتايبس، الستيريوتيب، الأنماط التي كنت أعيش فيها لكي تبدأ في البحث عن الحقيقة. وأنا على فكرة أنا لا زال شاب، يعني مش في الثلاثينات ولا الأربعينات، يعني أنا صغير كثير. ولكن أهم شيء أردت أن أعقب على شيء ذكره الأخ جانو وهو الإزدواجية. نحن في مجتمعاتنا العربية عندنا إزدواجية غريبة وعجيبة، يعني الإزدواجية يعني مثلا أنه أنا عم حب بنات الناس وعم اطلع مع بنات الناس ولا حدا بيطلع مع اختي، هذا شيء غريب جدا، يعني انه الولد يمكن يشرب يمكن يسكر يسهر يعمل اللي بده اياه، لكن الست ممنوع. ليش؟ ما بنعرف. انه في اشياء كثيره في مجتمعنا نحتاج ان احنا نعالجها. اما بالنسبه لمساله الحقيقه فانا لم اقل انه كان لو كان في شخص واحد وصل للحقيقة المطلقة كنا ارتحنا من زمان، يعني لكن الإنسان مع السنين يطور من نفسه ويطور من أفكاره ويصل إلى أشياء، فهي في الأخير نحن نحاول أن نقارب الحقيقة ولا نحاول أن نصل للحقيقة المطلقة، لأنه هذا شيء مستحيل طبعا. ثانيا أنه أنا مسلم ولا أحب لفظة مسلم معتدل مسلم متطرف، يعني أنا من وجهة نظري أنه لا يوجد شيء اسمه مسلم معتدل مسلم متطرف، إما أن تكون مسلم أو لا تكون مسلم. يعني لا أريد أن أجركم في هذه النقاشات، ولكن شيء مهم جدا هو فكرة أرون لم تتطرق إليها في الموضوع، وهي فكرة الخلافة. ما هي نوعية خلينا نقول حكم الخلافة؟ هي الخلافة من إذا تأملنا في التاريخ سنجد أنها كانت حكم إمبراطوري لديها مساعي توسعية. الفرق الآن أنه هذه المساعي تقام على أساس ديني، أو بالأحرى وضع أنه نحن نقوم بهذه الفتوحات وهذه التوسعات لنشر الدين. لكن أنا في بحثي في التاريخ الإسلامي المتواضع طبعا لم أصل إلى أنه الهدف منها كان نشر الدين الإسلامي، بل بالعكس كان لتحقيق مصالح سياسية. فأظن أنه أكبر خطأ يقع فيه المسلمون الآن هو هذا التقديس للتاريخ. فأنت عندك تاريخ إسلامي دموي بامتياز، دولة الموحدين بالنسبة للسنة ودولة الصفويين بالنسبة للشيعة، لأن نضع الأحمال على أي شخص. وطبعاً الدولة الأموية والعباسية كلها كانت إمبراطوريات دموية وتسببت في موت الكثير من الأشخاص. فهنا فكرة
أنه إذا لم نتجرد كما يقول الأخ لم نتجرد من تقديس هذا التاريخ فنحن سنبقى في انحطاط أخلاقي وانحطاط منهجي. شكرا لك يا أخي محمد. عمران إذا في عندك أي شيء بدك تقوله تفضل. نعم جان، كان محمد عم يقول أنه الخلافة كانت على أساس إمبراطوري منذ الأزل منذ القدم. صديقي كانت على أساس ديني الخلافة، ما هو الدين الإسلام هو بالأساس دين توسعي شمولي فاشي. أظن يعني قصده النظام السياسي يمكن كان. حتى النظام السياسي معتمد على دساتير موجودة بالقرآن، يعني لا راحت ولا أجت، ومن السنة يعني من الأحاديث من أي من كل هالتراث الفاشل أنا بشوفه. ما نضحك على بعض، يعني بده يجمل ما يقل لي في إسلام معتدل وإسلام وسطي، ومثل ما ذكر كله إسلام. إذا بدك تجي عليه إسلام داعش هو الإسلام الصحيح. شكرا. طول بالك يا عمران الزلمي. المايك معكم. طيب ولا يهمك. على كل خلينا ناخذ رأي الأخ دانيال. تفضل دانيال، بدك تقول شيء تفضل. مرسي. I love you. بالنسبة لصديقي بس محمد، يعني نحن بدناش نعطي دروس، بس بدي أقول لك موضوع حكم السلام على غير المسلمين. الإجابة البدء بالسلام على غير المسلم محرم ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره قال ولا تبدوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق فطروهم إلى أضيقه. يعني إذا طلع خلقتك بخلقة يهودي أو نصراني بالشارع العام أبو اللي نفضه، فكيف إذا طلع وجهك وجه ملحد مش معترف بوجوده لله بالأساس. فالدين صديقي محمد برجع بكرر لك، أنا ما بدي أعطيك يعني درس. نحن مثل ما أنت ذكرت وبتشكرك على هذه الشهادة إنه نحن مطلعين لحد بعيد جدا، بس أنا عم بنصحك نصيحة إنك تتجرد قليلا وتبدأ كصديق عزيز، وشرفني التعرف عليك ومقابلتك بالحلقة، إنه إذا فعلا باحث عن الحقيقة بكل بساطة أعلن أنك لا ديني. أنا مبدئيا بالمبدأ يعني بالمضمون غير مؤمن بهذه الأديان، وثم أنا بلشت أبحث بتجرد حتى أوصل للحقيقة. مثل المحقق، المحقق ما فيجي يقول إنه خلق لقى جثة بالطريق، ماشي على الطريق لقى جثة بيقوم بيقول جان برو اللي قتلوا الأفلام مباشرة. لا، هيك هو منحاز وهيك هو ما عم يسعى للحقيقة، هيك هو عم يسعى يلبس الجريمة بحدا أو يرفع الجريمة عن حدا. وكذلك الأمر أنت برحلة البحث طالما أنك بعدك على المعتقد الذي ولدت عليه ونشأت فيه، انت ما عم تبحث عن الحقيقة، انت يا عم تبحث عن التبرير للمنهج الفكري اللي انت موجود فيه، يا عم عم تبحث انك تلبس مصائب هذا المنهج بمصائب اخر بطائفة او منهج اخر. طبعا اذا كنت بترضى انك اذا شفت يهودي على الطريق او مسيحي او ملحد انك ما تسلم عليه، على العكس بل انك تضيق على الطريق. يعني اذا كنتوا على طريق بيسيء على شخص انت جاي هو رايح، فالدين بحكم ما عم بيقول النبي بيقول لك كبوا عن الطريق كبوا بالبحر. فما عارف اذا كانت انسانيتك وبحثك عن الحقيقه بيقبل هذا الموضوع، وبديش تقل اكثر منك عليك عشان ما اضغطك فكريا. انا بختم مع الاصدقاء. يلا خلينا الموضوع اخ محمد، يعني اهلا وسهلا فيه، وانا متاكد الاخ محمد راح يصل لقناعه معينه في وقت معين. طبعا الوقت له وهو حسب شخصه، في ناس تصبح ملحدين خلال شهور، في ناس صدقوني يا صديق امس كان مجاهر جديد في البرنامج، حديث واحد مع ملحد صار ملحد يعني، وفي ناس بتسحب معهم سنوات. يعني في ناس انا التجربه اللي بالبرنامج ناس 10 سنوات تسحب معهم حتى يصيروا ملحدين، وفي ناس حديث واحد صاروا ملحدين. جانو أنا بتوقع صديقنا محمد إذا فعلاً هو بحث عن الحقيقة رح نشوفه قريباً بإحدى حلقاتك. أكيد طبعاً أكيد رح نستقبله ونعمل له سجادة الحمراء كمان ونطبل له ونزمر له، ولا يهمك. يعني أنا أرحب الأخ محمد ويعني أحييه على قول، يعني كان جريء وإجا معنا مع شلة ملحدين يعني دخل، ف وحيي. تفضل محمد. بدي ضيف طبعا، انا
تعرفوا من المغاربة يعني صعب أن يتكيف مع اللهجة الشامية، صعيبة عليه شوي. ولكن أردت أن أضيف شيء بسيط، أنه البحث عن الحقيقة أو قرار مثل إيمان أو إلحاد فهو ليس بالقرار السهل، فقرار مهم. فمش أنه يعني عم نتحاور مع ملحد مرة ورتين، يعني أنعني ما أنعني، مش بهذه الطريقة. بالنسبة لي أنا لي منهج في البحث، لأنه يعني يجب أن تبدأ بي. أنا الآن تقريبا إلى الآن بدأت القراءة في الفلسفة والكلام مثل هذا، وبعدما تحول يعني أنا كنت أقابل بعض الأصدقاء هناك في موريتانيا، أنا الآن موجود في فرنسا، عندما أقابل بعض الأصدقاء يجدون عندي كتاب مش عارف فلسفة ميتافيزيقا، يقول إيه أنت عم تقرأ هيك؟ يعني كان المسألة عندي أبسط من هذا بكثير. هو أهم شيء بالنسبة لي، أنا ولدت وتربيت على أن أهم شيء في حياتي هو ديني. فإذا أردت أن فإما أن يكون إيماني بهذا الدين إيمان قطعي يتوافق مع أخلاقياتي و يا إما هذا الدين يعني إذا كان نحن طبعاً، وأنا أدعي هذا وكل المسلمين يدعون أننا على الدين الحق، فالدين الحق أو الحق كما يقال لا يخاف من المواجهة. فأنا يجب أن بالنسبة لي، وهذا ما يجب أن يقوم به أي مسلم اليوم، أنه يواجه، يضع دينه في كفة ويواجهه بكل ما يسمى شبهات أو ما يسمى أفكار إلحادية، كل شيء يعني دراسة تاريخ، دراسة يعني المسألة صعبة، لكن يجب أن تحدث هذه المواجهة، لأنه هذا فعلا ربما يقوي الإيمان. أو أتفضل معك في البرنامج يعني يا واحدة من هيك يعني. يا سيدي أهلا وسهلا فيك، وأنا متأكد راح تتفضل معنا بالبرنامج يوم من الأيام. على كل أنا بدي أروح أخي جانو، شو بتقول له للأخ؟ على فكرة نحن انتهينا موضوع العهد العمرية، العهد العمرية، وبدأنا بموضوع أخونا محمد. يعني جانو شو بتقول له لمحمد؟ تفضل. أنا موضوع حديثكم دخلنا بالمستقبل المحمدي من العهد العمرية. لا لا، نحن كل ما بنشوف مسلم بدنا نجيبه على الإلحاد فورا، بنبلش بنستلمه 17 واحد وكرس. طبعا بحيي اخي محمد، يعني مزاوله بحيي شجاعته. بتمنى انه يقرا لي امونيال كانت واللي فريدريك نيتشه، بتمنى انه يقرا. وفي نفس الوقت بتمنى انه اي مسلم يريد يبحث عن الحقيقه يقرا السيره النبويه وينسى كل شيء ويحط نفسه في مكان محمد، ويقارن الأفعال والأقوال اللي محمد قال وسواه، وكشخص هو إذا كان في مكانه شو كان راح يسوي. يعني نفس العملية، فقط تبديل الأماكن لفترة معينة، وراح إذا لقيت إنه راح تسوي نفس الشيء محمد فبلاها. يعني لا، مش محتاج إنه تبدل دينك، بس إذا لقيت أشياء خطأ مع نفسك، يعني وجدانك وعقلك قال لك انه هذا الشيء غلط، لازم تعترف في ذاك الوقت انه هذا الشيء غلط، ولازم تقول انه هذا الشخص كان بيكذب، وهذا الشخص كان مجرم بحق الإنسانية. انا هذا بالنسبة لي، وكل شخص حر في آرائه، في كيفية نظر لأشياء، كيفية تفكير. هذا هو اللي بدي أقول، وبحبكم كلياتكم. شكرا لك حبيبنا جانو. حكمات شو بتقول له للأخ محمد؟ طبعا يعني المداخلة اللي فاتت نسيت أسلم على الأخت رانيا ladies first، وأسلم على الأخ محمد وأخ عمران. طبعا اخ محمد، اعتقد يعني اني اللي واصلني انه
ما يقدر يصرح اللي براسه بعلانية. يعني احنا همين ان نطيل عذر، راح ندخل معاه مداخلات خاصة ونشوف تفكيره الحقيقي شنو هو. على كل حال احنا يعني نشجعه وفرحانين كلش انه يعني محمد بالشجاعة طلع وذكر. اي واحد اي مسلم يعني يريد يطلع ويذكر بخلي بكل شجاعة يطلع ويقول لنا شلون يفكر، يعني حتى ممكن يستفاد من عندنا، نستفاد من عنده، نتبادل الأفكار، عسى يعني يهدينا الإسلام. يعني كذا واضح. كذا واضح يعني. بدنا نكذب شو نعمل حتى نجر رجلهم شوي. وقعت في المصيدة يا أخي محمد، وقعت في المصيدة. تفضل تفضل حكمة. لقد وقعنا في الفخ. المهم عاد الإمام يقول اللي ضحكوا وشايفين الفيلم 100%. شايفين. يعني محمد فرحني كل الصراحة أنه ظهر بالبرنامج، يعني لأنه ملابس الحجاب ما طلعت بوجهي. يعني شيء الظروف يعني يعرفها جان. على كل حال أنا فرحان كلش يعني محمد، وأتأمل كل الأخوة يعني يطلعون مثل عنده، الشجاعة من عنده، حتى لو يفكر تفكير آخر يجي يذكر لنا تفكيره. ومن هذا المنبر أعلن لي ولأول مرة منبر جان، أنا كنت لا ديني، واليوم أعلن الحادي بصورة عام، بصورة اللي الجميع يعرفون هذا الشيء. يعني يا أهلا وسهلا فيك أخي. عليك لحنة الأهلها. لا 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 لا، يعني أعلن الحادي، أنا لازم أحط قانون هالمرة، أنا كتب قصيدة أعلن الحادي، لن يقبل أهل حادة كلا تقرأ القصيدة. يعني بعدين نقرأ الباكر، راح أقرأ بالحلقة بالضبط. أدعو الأخ محمد يشوف الحلقة همينة. أكيد أكيد طبعاً راح يتابعنا الأخ محمد أكيد. يعني أنا متأسف لازم أطلع جان، لأنه شوية ظروف الوالدة وشوية شغلات أسويها. للمشاركة شكراً كثير. طبعاً كلكم أعزائي فرحتوني وحبكم، ومحمد ضيف عزيز علينا ونريده دائماً يكون موجود. شكراً شكراً حكمات، وألقاك قريباً. تصبحون على خير. باي 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 باي. سلامات سلامات. بدي اجي لك رانيا. رانيا شو الرساله اللي بتوجهيها لمحمد؟ يعني محمد اليوم هو موضوع الحلقه صار. نعم عندي تعقيب بين صغيرين فقط على الكلام الذي قاله. انه المسلمين دائما يقولون انه دينهم مشير على اسس سياسيه. هذا غير صحيح، لانه لو قارنت لماذا مثلا فتحت مصر، لماذا فتحت شمال افريقيا، مثل من فتحوا بين قوسين فتحوا طبعا مستعمر استعمار. يعني لو قارنت مثلا اي استعمار في العالم اليوم، مثلا امريكا كيف استعمر جنوب افريقيا، كيف بريطانيا واسرائيل استعمروا في البدايه، اقول استعمروا مسمين فلسطين، اي استعمار لو قريته تجد انه في تحركات سياسيه ودستورهم مبني على اسس سياسيه. لكن جميع الدول هذه اللي يسمى دول الخلافه التي هي قامت بالفتوحات، طبعا الدوله الامويه والدوله العباسيه من بعد، هذه الدول دستورهم مبني على الشريعة وعلى سنة محمد، لهذا نسميها احنا فتوحات إسلامية. هي ليست فتوحات سياسية، هي نعم هي هو سياسة، محمد كان رجل سياسة، هو رجل سياسي، واللي بعده كانوا سياسيين، لكنهم على أساس ديني، على أساس ديني محض، اللي هو هذا الكتاب، اللي هو كتاب القرآن وشريعته وشريعة الله يعني كما يسميها. وتعقيب تاني انه صغير فقط، اي ملحد عفوا مؤمن يتكلم عن الملحدين او يسمعهم، نعم يمكن من مره مرتين تعمل له صدمه هيك ويرجع يفكر مع نفسه يصير ملحد. يعني ما تطلبش يعني حاجه كبيره جدا، انه الديانات هشه جدا، الاسس صحيحه جدا. ما الانسان المسلم او اي شخص ما هوش مقتنع 100%، والاخلاق انسانيه فيه. يعني لو قلت له انه محمد
شخص غير أخلاقي وهذا شيء مكتوب في سيرته يعني، ونجبدوا له يعني بالدليل يعني يتصدم يعني، يعني يتصدم كما واحد يمشي بسيارة 200 كيلومتر 300 كيلومتر في في حائط يعني. طبعا فينا نغير أفكار تاع الناس بكل سهولة طبعا. شكرك شكرك أختي رانيا. طبعا خلونا نرحب بعملاق عملاق الشاشة سال، حبيبنا سال. حبيبي جان، حبيبي جان، أهلا. طبعا أنا جاي لنقل لنجدة أخينا محمد. يا أخي الحبيب محمد، محمد رسول الإسلام قال الأرض مسطحة، وأنا أثبت لك الآن أن الشمس فوقية ومش مسطحة، إحنا من الجانب الثاني من الكرة الأرضية. فهذا دليل قاطع على عدم صحة نبوة قسم بن آمنة. شباب يا شباب قولوا بالكم، الرجل ليس فريسي يعني، انقضيتوا عليه كل أذكم. أنا جاي أشكرني يا صراحة، راح أعطي الخطوات الكاملة للخلاص من هذه العقيدة الآثمة. أولاً أرفع القدسية عن هؤلاء الرجال، وأولهم محمد. يعني لو أنا بمكانك أغير اسمي immediately، بس الناس راح أسميك ميدو. That's the best thing to do. وفعلاً هالتجربة صحيحة. أقرأ سيرة محمد وشيل اسمه، حط اسم آخر، خلي نسميه مثل ما سميته أنا، سميه عتريس. ولما تكمل السيرة، by the way هذا من الكتب الإسلامية، لا تروحش برا، يعني أقرأ الكتب الإسلامية. لما تخلص السيرة النبوية ذاك الوقت فكر أنه هل هذا الرجل فعلا تحتذي به ويكون مرسل من إله. طبعا هذا إله، الإله موجود، احنا جايين مع المؤمنين يعني، راح ننزل درجة درجة. طيب فإذا الله موجود فمستحيل مستحيل يبعث معتوه زي هذا، مع احترامي الشديد لشخصه. طبعا ليش اسميه معتوه؟ لأنه معظم كوارث الكرة الأرضية الآن هو من الإسلام ومن كتاب محمد، الكرهان وليس القرآن، لأنه ما في أي شيء للقراءة بس الكراهية. هذه أولا. أحب أن نوضح السلام لكل شبابنا حبايبي الكفار والزنادقة والملحدين واللاعدريين، وخاصة الزنديق اللي سأراه في أول باب جهنم دانيال عمرو. هاي مداخلتي الأولى، شكرا لكم. شكرا شكرا لك سال، شكرا حبيبي، وشكرا لك أعطيتنا وقتك وانت في العمل يعني، نشكرك كثير حبيبي. دار حبيبي وصلي. كيف ما سمعت؟ انا خلصت الشغل يعني، بامكاني ابقى معكم وبامكانك يعني تطلعني برا. لا لا لا، انت مرحب فيك يعني، انت حبيبنا، انت حبيبنا وبركتنا. بس بدنا نروح للاخ محمد لنشوف شو بده يرد عليكم جميعا يعني، تفضل. بتشكرك كثير اخي. انا على فكره انه شفت في الحوار بعض من التهاون باشياء يعني مثل السيره النبويه والكلام هذا، انه اثبات شيء في السيره النبويه مش يعني هكا يعني، يحتاج الى بحث معمق بمنهجيه صارمه، مش يعني انه نصحى الصبح ونقول لا هذا نقرا منه. لانه انا اكتشفت من خلال ابحاثي انه هناك احاديث غير ضعيفة تم تصحيحها، هناك حديث يعني اختلقت لأسباب سياسية، لأسباب اجتماعية، لأسباب يعني يقول الذكر فيها. لكن لسنا بصدد أن نبحث هذه المسائل يعني، ولكن أنا أقول لك أولا أني سعيد بالحوار معكم، لأنه لاحظت احترام لشخصي، احترام لفكري، احترام لمعتقدي. لكن أود أن أضيف شيء آخر، أنه هناك كلمة سمعت الأستاذ الباحث حامد عبد الصمد، يعني هو معروف بالنسبة لكم، كان قد تحدث في مسألة مهمة جدا، أنه يجب أن تكون كان يتحدث عن الملحدين طبعا، أنه يجب أن تكون لهم قضية يعني، مش أنه
نطلع سب الدين ومش عارف ايش، انه هل اود ان اعرف محمد، يا ريت علي صوتك اكثر من هيك، لان الصوت كثير يعني صعوبه في السمع. ورانيا يا ريت تسوي ميوت كمان عشان نقدر نسمع الاخ محمد. كما كنت اقول، الاخ الاستاذ حامد عبد الصمد اللي هو معروف بالنسبه لكم كان يقول انه يجب ان يكون لدى الملحدين العرب على وجه التحديد قضيه. انا من خلال متابعتي لحضرتك، يعني انا تابعك من تقريبا شهر، عندما وجدت الفرصه للمشاركه لم اتاخر، يعني لانه القضيه التي يجب ان يحملها الملحدون هو، لانكم يعني طبعا ليس فقط الملحدون، يعني كل شخص يهمه امر هذه الامه وهذه الاوطان، يعني يجب ان يحمل قضيه وهي يعني مثلا المواطنه المدنيه، حقوق الانسان، مثل هذه القضايا. قصدك البديل عن الدين؟ يعني مش البديل، يعني انا ارى ان الدين يجب ان يبقى، يعني خلينا نقول ان يبقى في مكان الدين، في المساجد، في قلوب والعباد، لانه الحفاظ على الدين ليس دور الدولة. بعدين أردت أن أعقب على كلمة قالتها الأخت، أنه الإسلام، أنا لم أجد في القرآن ولا في الحديث أنه الإسلام جاء ليبني دولة، وليست من أهداف الإسلام أنه يبني دولة. الإسلام هو دعوة إلى قيم معينة وإلى أفكار معينة. دعوة لماذا؟ لأي شيء؟ قلت لك لأفكار معينة. لماذا؟ لأي شيء؟ لماذا؟ يعني ما هو لما يدعو؟ طبعا لما يدعو الإسلام؟ هذه مبحث طويل جدا. يدعو لبناء دولة أظن. نعم، إلى حكم، إلى حكم الخلافة، حكم العالم. نعم، حكم العالم. يعني عمل هذا الشيء ولبعده خلفاء عملوا نفس الشيء. وبالتالي لا أجلب شيء من عندي. الخلاف، يعني هناك أجد خلط بين النص الديني عند الأخت والنص التاريخي، يعني أنه هذا خلط ربما منهج، أو على الأقل هذا ما أراه. يعني كما قلت، كنت تسمح لي لحظة؟ تفضل أخي. تفضل سيد، تفضل. عفوا شباب، كيف الإسلام مش عاوز دولة؟ أنت تعرف اللي يا أخي التاريخ الهجري إمتى بدأ؟ ولماذا بدأ التاريخ الهجري؟ بدأ لما محمد، من أول يوم محمد عمل دولة، عم صار قائد عسكري، أصبح قائد عسكري. طيب، على كل النقاش في هذا يطول. في عندي سؤال بصراحة من الأخ دان زيد، أظن هيك مكتوب، عم بيقول: أخي جان، ألا تعتقد بأن أسلوب الصدمة لم يعد يجدي نفعا مع المؤمنين، وعلينا أن نجد طرق أخرى حتى نقوم بترويض هذه العقول المغيبة منذ قرون؟ أرجو أن تسأل ضيوفك عن هذا الموضوع. أنا بدي أبدأ معك عمران السؤال هذا لو سمحت، إذا سمعت السؤال. أنا سمعته، بس بالبداية بدي رد على الأخ محمد إذا في وقت. الأخ محمد كان عم يقول إنه الإسلام ما كان بده دولة. لا، الإسلام أكيد كان بده دولة، وأحاديث واضحة والقرآن واضح والخلافة الدولة. على وسال تعمل ميوت شوي دقيقتين حبيبي سال. دولة الخلافة الإسلامية كانت واضحة بأحاديث محمد، وكانت واضحة بكل شيء. لما بيقول لك إنه الإلحاد بده قضية، الإلحاد عنده قضية. نحن ما بنطلع من سب الدين. أنا ماني عم سبك أنت أو عم سب دينك يا محمد، أنا ماني عم هاجمك كشخص، عم هاجم فكرك اللي عم يحض عقتلي لأني أنا ماني منه. أنا طالع ضد شيء عم يحض عقتلي لأني أنا طلعت منه. أنا أعتبر أنت هلأ بدك تطبق إسلامك، أنا بتقطع لي راسي وبتعلقه على الشباب بشيء مدينة إسلامية بزوز. ممكن أنا
ما تضحك محمد، عم حكيك جد. إذا بدك تطبق الإسلام حالياً محمد، إذا بدك تقرأ تاريخ دينك بتجرد بدون ما يكون عندك قدسية لأي شيء، بتلاحظ إنه أبو بكر البغدادي هو نسخة كوبي بيست عن محمد عليه الصلاة والسلام مثل ما بتقول. بس بتعيد سؤالك عشان اللي سألتني إياه. مش مرة أنا نزلت مش. سال في صوت عم بطلع يا شباب. سال يا ريت يكون عندك الميوت. جمع سال ميوت، بس في اصدقاء عند عمران عم بيحكوا عشان هيك اسمع. ايوه سوري. على كل السؤال كان دقيقة واحدة. السؤال عم بيقول إنه أسلوب الصدمة لم يعد يجدي نفعاً مع المؤمنين، وعلينا أن نجد طرق أخرى حتى نقوم بترويض هذه العقول المغيبة منذ قرون. أرجو أن تسأل أصدقائك. تفضل. أنا بالنسبة إلي أسلوب الصدمة من الأساس ماني كتير مقتنع فيه من بداية ما كنت أطلع. أنا بالنسبة إلي بحاول ألعب على وتر الإنسانية عند المسلمين المغيبين اللي ماشيين بالفطرة لأن ولدوا مسلمين. الإنسانية هي فوق كل شيء. لما محمد بيحكي بإنسانيته حالياً مستحيل يجي يقطع لي رأسي، بس لما بده يمشي بدينه بيقطع لي رأسي. يعني كل تأكيد. طيب خلينا نسأل رانيا شو رأيك ب إنه الأسلوب الصدمة لم يعد ينفع؟ نعم، أسلوب الصدمة ينفع مع أشخاص معينة فقط، لا ينفع مع جميع الناس. ينفع أسلوب صدمة مثلاً مع الناس اللي هي من الأول فيها دخلها شك، يعني هي مش مؤمنة بهذا الشيء مثلاً 100% أقول هذا. نعم، في أساليب أخرى كثيرة، وكل أسلوب موجه لفئة معينة من الناس. مثلاً فئة التي تشك، فئة الناس اللي يعني مسكينة مثلاً لا أمية وهيك، يعني في فئة من الناس كثيرة، وكل فئة عندها أسلوب معين تقدر يعني تصدموا بها أو تحاول تحقق فيها هيك شيء داخلها. لكن هو لأنه عايشين في هذه المجتمعات، وهذه المجتمعات لا تسمح بأي شيء، مجتمعات مغلقة من كل النواحي، ويخافوا حتى أنهم يشككوا أو يفكوا بأي شيء، يعني يحاول يقولوا علاش محمد هذا، علاش مكتوب في كتاب وهذا الشيء، أو علاش هو عمل هيك وهيك وهيك، يعني علاش قتل الناس، وعلاش تزوج، وعلاش دار هذه الأفعال السيئة كل، يعني حتى لو هو مؤمن ومنش عارفة وحيقطع وهم الإيمان، يعني يصلي ويقوم الليل لو بعض هذا الشك، يعني مستحيل يحاول يعني يحرك فيه شيء من الأول هيك بسرعة. هو لازم يفكر عميقا، ولازم يفتح فقط كتابه هذاك. طبعا محب فقط وجه توجيه صغير فقط لتعقيبه على أنه لازم بحث ومنش عارفه. هو في أحاديث صحيحة وهما صحيحين البخاري ومسلم، هادو معترف بهم من كل الجهات الإسلامية ويدرسوا في أي مدرسة، وفي أي واحد يقرأ الشريعة الإسلامية في الأزهر، في يعني الجهات الإسلامية كل معترف بها. فهمني، صحيح البخاري ومسلم، أقرأ هذا فقط، لا تقرأ الآخرين اللي تقول عليهم يمكن يكونوا ناقصين أو ضعيفين. صحيح البخاري ومسلم فقط، هذا هو اللي نصحك تقرأه، وقرأ الكوارث مش مكتوب. شكرا لك رانيا. شكرا جانو، أنا لك نفس السؤال، تفضل. قبل ما إنه أجاب عن الصدمة، بدي أقول لأخي محمد إنه من النبي محمد، نبي المسلمين، لحد آخر الخلفاء وهو الخليفة الداعشي، شو بيسووا؟ ألا يبنون دولة إسلامية اللي شريعتها أو قوانينها تستمد من الشريعة الإسلامية؟ هذا خليها جنب. بالنسبة للصدمة، بالنسبة لي كشخص، لازم كل واحد فينا أنه يسأل أسئلة داخل البيت وجنب أصدقائه، أسئلة تحرك في المجتمع، إنه لم بيفكر، يعني أسئلة ليش، يعني لماذا، كيف صار هالشيء، ليش أسباب نزول الآيات، يعني شو هو الأسباب، بس مشان تخلي المسلم اللي بيصلي وبيقول أشياء يفكر مرة تانية. مثلا 24 ساعة
بيقرؤون سورة الفاتحة ما بيعرفون شو عم بيقولوا، يعني ما بيعرف الحمد لله. يعني إذا هلا تقرأ سورة الفاتحة، راح أسألك أخي جان هذا السورة مين اللي كاتب، الله ولا محمد؟ شو راح تقول لي؟ راح تقول لي إنه الله. وإلا إذا صار كلام محمد يعني هذا صار دين أرضي، يعني ما بقى الدين سماوي. وإذا بتقول إنه هذا كلام الله، كيف الله بيمدح نفسه؟ كيف بيعبد نفسه؟ وأنا عمت عليهم وصراط الذين أنا عمت عليهم غير المغضوب، يعني كيف؟ غير هيك جان كيف على إله يرضى نفسه بأن يسب شخص مثل أبو لهب يوميا كنا نقرأها بالجوامع على سبيل المثال؟ كثير أشياء مثلا، وبنفس سورة الفاتحة بيحكي عن المسيحيين واليهود، يعني في نفس السورة. يعني كيف تقبل على نفسك؟ يعني ولما مثل ما أخي عمران سورة أبي لهب، وفي مثلا سورة الرحمن علم القرآن، ونزل القرآن يراه البيان، كيف علمه بعد ما خلق الإنسان؟ يعني لسه ما خلق الإنسان وعلم القرآن، المن علمه أنت ما بتعرف. يعني في أشياء كثيرة، يعني لازم كل واحد حواليه، يعني في مسلمين، أنا كنت في عائلة مسلمة، الآن ما بقى، يعني ما راح تلاقي حدا في العائلة بتاعتي إنه يقول هذا الشيء صحيح. مش فقط الإسلام، كل الأديان، بالنسبة لكل الأديان. في حدا كان بيكتب في تشات ضحكت عليه، إنه أنا وأنت وجميعنا مسيحيين وجايين نهاجم المسلمين. يعني عن جد ضحكت لما قرأت هال بالنسبة لي الاثنان وجهان لعملة واحدة، ما بتفرق معي. يعني نفس الشيء، إذا هيك بس الاسم مختلف. طبعا بدي احيي حبيبي واخويا سال، و I made something for you, I wish that you like it. والمايك لك حبيبي جان. شكرا جانو. على كل، خلينا نروح بنفس السؤال للاخ سال. اخي سال، الصدمه ما عادت تنفع، وعلينا نشوف اساليب اخرى لحتى لاقناع المؤمن المغير، تفضل. شكرا لك. اول، المؤمن المغيب، نحكي مغيب المخرع، خلاص. انا كان يتكلمون الاخوان، وشكرا حبيبي جانو، اي لاف يو. التجويد، فكر بالتجويد، ليش لماذا يقرؤون القران بهذه الطريقه؟ بعد يعني لتضليل المؤمن، اتس زي المديتيشن، التأمل، لأنه لما يقرأها خاصة العربي اللي يفهم عربي، تقرأ من وظفك ومن انكحوا ولا يتزوج هذا وينكح ذاك ويجيب الغلمان، شو هذا القرآن هذا؟ سو عملوا هذا التجويد مشان يضيعوها عليكم أولا. أما المغيب نحكيها بهذه الطريقة، نظل نستمر فيها ونسخر من هذا الكتاب. وقبل شوي يعني بدايتي، يعني أعتقد في منتصف الحديث، لا أعرف من قال، يمكن الأخ محمد، احترام مشاعر المسلمين. والسؤال هي طبعا في بالمنجنيق دغري باك على المسلمين، امتى المسلمين احترموا مشاعر الآخرين؟ من امتى يضحكون على الطقوس وعبادات الآخرين، يضحكون على عاداتهم وتقاليدهم، يستقبلوهم في بيوتهم وفي بلدانهم الغربية الكافرة ويغدرونهم؟ آخر من يتكلم عن احترام المشاعر هو المسلم. In fact، المسلم لا يحق له التحدث باحترام المشاعر.
زعيق وزعيق وشعير المآذن هذا المقرف، يعني الحمد لله أمريكا اللي خلصتني من هذا القرف اليومي كان في الشرق الأوسط. مش عارف كيف عايشين السامعين هذا الشيخ يجعر فيهم يوميا من 4 الصبح النهار كله، والمآذن جامع جامع جنب جامع، والتغييب يعني ممكن جان احنا حكينا فيها يعني نفس مع أولادي من أول مرة ورجيتهم القرآن وضحكوا علي لك seriously like what the hell شو هذا تم هذا كلام الله صاروا يضحكوا علي المنهجية عفوا المنهجية في تغييب المخ من البيبي من هو صغير ويقروا له الله الله ربك ومحمد نبيك كما الشيعة يضيفون كمان 12 شخص فوق الطاقة تغييب مستمر. وللأسف حكوماتنا اللي معظمها سموها علمانية للأسف هي كلها دكتاتورية احنا من خلصانين من أدها تحالفوا في تغييب وتجهيل واستغباء هذه الشعوب. هذا مداخلتي الآن، شكرا لك حبيبي. شكرا لك سال، شكرا لك. طبعا أنا بالرد لهالسؤال هذا أصدقائي إنه الأسلوب الصدمة ما عاد ينفع. هو أسلوب الصدمة طبعا مثل ما قالت الأخت رانيا كل إنسان عنده أسلوب بدك تتعامل معه، أسلوب الصدمة مطلوب، أسلوب المراوغة مطلوب، أسلوب التعقل مطلوب، كل الأساليب مطلوبة. يعني الإنسان الداعشي مثلا اللي مستعد يفجر حاله حاليا ممكن تراوغه يعني حتى تصل معه لنتيجة، تصل لعقله، كيف تدخل عقله خليه يفكر. في أساليب، في ناس ما بتجي إلا بالصدمة يعني. وأنا برأيي المتواضع إنه أغلب الناس ما بتجي إلا بالصدمة، لأنه هل الفكر الديني هذا موجود بالدماغ، قافل الدماغ، معامله يعني كتلة حجر ومستحيل تدخل فيها رصاصة يعني. فالصدمة هي اللي بتوعي، هي اللي بتخلي المياه الراكدة تتحرك يعني. هذا أنا ردي على السؤال هذا. يعني كل إنسان له، والأغلبية هم أهل الصدمة يعني. طبعا أنا يعني صرنا ساعتين بالحلقة هاي، وأظن يعني كفاية بقى على أصدقائنا ما نطول عليهم. محمد أنا بدي أبدأ معك، ممكن طبعا ترد عن موقفك وكلمة أخيرة تحب تقولها، تفضل. بتشكر كثير أخي. أنا طبعا أظن أنه الأخت رانيا تحدثت عن البخاري ومسلم، صحيح البخاري وصحيح مسلم. طبعا هناك كتب أحاديث كثيرة، مستدرك وأصحاب السنن، ولكن المسألة أنه نحن لا نزال محكومين في يعني لم يكن هناك تجديد للدين، تجديد حقيقي، وهذا ما نعاني منه، وهذه وجهة نظري يعني، أننا لا نزال محكومون ب يعني غالبية المفكرون الإسلاميون الآن يتجهون إلى أنه نحن لسنا ملزمين، الله لم يلزمنا بأشياء ألزم بها ناس قبل القرون. يعني هناك أشياء ألزم بها ناس قبل القرون، نحن لن نعود ملزمين بها. أيضا أنه يجب إعادة تصحيح المفاهيم، لذلك مثلا أنه كل من قام ب أفكار تجديدية أو قدم أشياء جديدة يعني أو فكر جديد أو تجديد للدين تم تكفيره وتم رميه بالزندقة، ومنهم من قتل يعني، وخاصة يعني مفكرون كثر مثل ناصر حامد أبو زيد تم تطليقه من زوجته يعني مع الأسف. واليوم طبعا نرى مثلا سيد القمي يعني في مرة اعتدى علي أشخاص في الاستوديو يعني شيء غريب جدا. لكن أظن أولا لكي لا يتم تكفيري الآن وهدر دمي طبعا من بعض الذين يتابعونني، أنا طبعا أنا مسلم، طبعا الكلام ليس أنا مسلم وأدين بالإسلام. طبعا لدي فكر وحاول أن أصل إلى أشياء جديدة. صدقني انت بحديثك دخولك معنا انت مكفر اوريدي يعني. طبعا اكيد طبعا يعني رايت بعض المساجات في الشات يعني فيها اشياء غريبه جدا. المهم انه
لا حول ولا قوة إلا بالله. مسألة أنه الصدمة، كنت تتحدث قبل قليل عن الصدمة لم تعد تجدي مع المؤمن، هي يعني أنا أرى من خلال معرفتي بالإلحاد والملحدين، أنتم طبعا أول الأشخاص ملحدين أولاديون أتحدث معهم يعني، ولكن من خلال معرفتي أنه هناك أشخاص ألحدوا لأسباب معرفية ومنطقية، هناك أناس ألحدوا لأنهم يعني اتخنقوا كما يقال إخواننا في مصر، اتخنقوا من هالدين والصلاة والكلام هذا. هناك ناس يعني تركوا الإسلام أو ذهبوا توجهوا إلى الإلحاد بسبب المجتمعات التي يعيشون فيها، وطبعا غالبية هؤلاء من المملكة العربية السعودية بسبب التعتيم الذي يحصل هناك. أود أن أضيف كلمة أخيرة، يعني أرى أنه المشكلة أنه لا يجب أن يكون هدف حوار أي ملحد مع مؤمن أنه أنت في الأخير تصبح مؤمن أو المؤمن يصبح مسلم يصبح ملحد، لا أظن أنه يجب أن يكون هذا هدف الحوار، بل هدف الحوار هو تقاسم الأفكار والوصول ومحاولة إنتاج فكر جديد يدفع أمتنا العربية إلى الأمام لنحاول أن نتخلص من أفكار يعني نعيش فيها، وفعلا هي ليست تخلفا بل هي قلب التخلف، هي لب التخلف يعني صح التعبير. ومرة أخرى أشكركم على إتاحة الفرصة، وأنا سعيد جدا بحواري معكم وأتمنى أن تتكرر، وشكرا جزيلا. بكل تأكيد أخي محمد، بكل تأكيد، وأنا أحييك وأحيي شجاعتك أنك دخلت معنا، ويعني هي غريبة المسلمين عموما ما بيدخلوا، بس بيدخلوا على الشاتي وبصيروا الشتائم، يعني الأغلبية الساحقة، أنا لا أقول عن الكل، الأغلبية الساحقة لا يعرفون غير الشتائم. يعني قبل ما أدخل على الحلقة كان واحد كاتب لي أنتم خنازير، شكرا يعني بس هالكلمتين انتم خنازير ومشي يعني. طيب احكي لي ليش نحن خنازير، يعني على اي اساس، وانت شو انت يعني اذا نحن خنازير انت شو انت يعني على كل مشان تفضل. طبعا الشتم هذا يعني اظن انه اذا كان او هذا ما اؤمن به يعني انه الشخص المسلم لا يمكن ان يكون بذيء اللسان، يعني خنازير ما خنازيرش هذا يعني لا 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 اخي لا 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 ارجوك وهذا ما المسلم على الاقل هذا ما اؤمن به يعني. محمد حبيبي هذا ما اؤمن به حبيبي، اذا 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 المسلم يجب ان لا يكون بذيء اللسان، القران بذات نفسه يشتم، يعني نحن القدوه الحسنه للمسلم هو نبي الإسلام، وروح على سيرته وعلى حديث السنة اللي أنت بتآمن فيها، وروح حتى على القرآن، إنما المشركون نجس كالحمير إن ركبته ينهق وإن شلفته ينهق. يعني هذه هنا هذا الموضع ليس موضع شتيمة، إنما لا شتائم حبيبي، هي شتائم. أنا لما عم تقول لي النجس شو هو شتيمة النجس، لما عم تقول لي كالحمار ينهق شتيمة، تبت يد أبي لهب شتيمة، كل هدول شتائم يعني أرجوك يعني أريد فقط لكن أظن أنه تحتاج لمراجعة في البلاغة لكي تعرف أن هذه ليست. طيب شو رأيك تعمل مناظرة بالشتائم ونجيب لك واحد بليغ وقرآني والشيخ شريعة كان مثلا وتتناظر معه أنت بمسألة البلاغة؟ يعني انت انا عم اقول لك من شوي انه انا يعني لا زال على قدري ابحث، تقول لي مناظره مين يعني؟ طيب يا اخي نحن القران صارح وواضح، يعني لما بقول انما المشركون نجس، كلمه النجس يعني هلا اذا انا جيت قلت لك يا محمد انت نجس معلش اشتمك معناتها بدي بلاغ، تختلف لكن شوف مسألة أنه إنما المشركون نجس، فما يأتي بعد ذلك أنه لا يقربوا لا يدخلوا
الاماكن المطهره اللي هي الكعبه وال يا سلام يا سلام. مالك شو المفحم اللي رديت يعني؟ لا 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 اسمعني شوي. لذا من 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 هذه من سياق الآية نكتشف انه ليس. طيب شو رايك اقول مثلا ان المسلمون نجس لا يجب ان يدخلوا لندن، هي ما شتيمه لهم؟ باي معنى تقصد انت النجاسه هنا يعني؟ نجاسة يا حبيبي يعني نجس يعني احنا مثلا المسلمين ريحتنا وحشه يعني. كلمه النجس ما بدها فصاحه وما بدها مراوغه، كلمه نجس نجس يعني شيء نجس، النجاسه معروفه. الحمار من يوم العرب بيشتموا بالحمار، ولحد هالساعه هاي اذا بدك تشتم واحد تقول له يا حمار يعني نحن جايين. لا شوف يعني مثلا المفكر الإسلامي المعروف علي شريعتي عنده خطبة أو كتاب مشهور اسمه النباهة والاستحمار. هو هنا وضع الاستحمار كعكس للنجاسة. عشان نختم الحلقة لأنه صار أكثر من ساعتين وكسور بصراحة ومن أول الحلقات. خلينا نبدأ معك عمران، كلمة أخيرة بتقولها؟ هلا آخر كلمة بدي أقولها، أول شيء الأخ محمد، نبيك محمد لما او عم يقول بقرانه انما المسلمون نجس المشركون نجس، وجانا الاخ اللي حكاك من شوي عم يقول لك انه انتم خنازير، اي وين المشكله؟ ما هذا كائن كائن حي يعني، ونحن كائنات حيه، وين المشكله نكون خنازير يعني؟ انا ما عندي مشكله بالنسبه لي، هو بشوف الخنزير نجس، انا بالنسبه لي ما عندي مشكله، وبتمنى لو اللي فيني كنت نباتي مشان ما تنقتل الحيوانات ما قدرت. شغلة تانية، بتمنى كل مسلم موجود وعم يسمعنا أو كل مسلم حتى ممكن توصلوا هاي الفكرة، تجرد من قدسية دينك وحاول شوف نبيك محمد شو سوى بحياته، قديش قتل ناس، قديش أجرم، رح تشوف أنه ما فرق شيء عن أبو بكر البغدادي وأبو محمد الفاتح الجولاني وإلى آخره من هالزبالات هاي. رح تحس، رح تشوف إذا أنت قدرت تطلع من هالدين لما بتشوف هاي التصرفات غير إنسانية فأنت إنسان، إذا ضليت فللأسف أنت شخص غير إنساني، أنت شخص مجرم داخلياً، ممكن بأي لحظة تعمل مثل ما عملت. نبيك وشكراً. شكراً لك أخي عمران. سال توجه لك كلمة أخيرة بتحب تقولها في الحلقة، تفضل. شكراً لك جان أولاً، وشكراً للإخوان، صراحة أنا مبسوط أشوف الشاشة مليانة بالكفار والزنادقة، وهذا شيء يسعدني جدا بصراحة. أما الأخ محمد، محمد بلاش تكون محامي دفاع لالله ومحمد. كنا نتكلم العربية ونعرف شو نجس، ونعرف المسبات والخنزير والحمار. بالمناسبة الحمار يعني حيوان كريم يعطي اسمه لكثير من الناس. المسلمين من معروف تماما، المسلمين من أشد الناس بقذف الشتائم القذرة وهذه الأمور نعرفها كلنا. لكن أنا أهنيك صراحة أنك دخلت معانا اليوم، وهذه خطوة أولى، بس يعني أدعوك إلى أن أفتح مخك أكثر، بلاش تكون محامي. روح أرجع أقرأ القرآن اليوم بدون قدسية وسترى العجائب. وشكرا لكم كل الشباب الموجودين، ومحمد يعني أهنيك على الخطوة الأولى already. تحياتي لكم جميعا، I love you. شكرا سال، شكرا حبيبنا سال، وانا اقدر انك تقود العربيه وكنت معنا يعني تقود السياره وانت معنا، وشكرا وحييك ننتظر منك المزيد في حلقاتك الجميله. طيب جانو، انا راح اخذ منك كلمه اخيره كمان، تفضل حبيبي. طبعا مثل ما قال اخي وحبيبي اخي سال، بحيي اخ احمد، وبتمنى انه يشارك معنا. نفس الشيء، أقرأ بدون قدسية. يعني كل ما كنت تقرأ أي شيء بقدسية ما راح تستفيد أي شيء، يعني ما راح توصل للنتيجة، النتيجة الحتمية أنه هذا شيء حقيقة نسبية. مثل قبل شوي قلنا، أهم شيء أنه تحط إحساسك وعواطفك بجنبك، امسك كتاب اقرأ. وبحبكم وبتمنى لكم كل الموفقية، وعلى انتظار حلقات جاية.
بكل تأكيد في حلقات جاية وجاية، حلقات أكثر من اللي مضت بكثير يعني. رانيا معك كلمة أخيرة تحبي تقوليها، تفضل. رانيا تسمعين؟ رانيا ميوت. اكسكيوز مي، عفوا. أنا نحب نوجه تحية لجميع أصدقائي ونحب نشكرهم، ومرحبا بصديقنا الجديد محمد. مرحبا بك، حتى لو كنت نزل تعتبر نفسك مسلم، هذا احنا 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 غير راسيست، احنا لسنا عنصريين، كل شخص عنده حرية من ما هو عايز، حتى يؤمن بجذور الحنفية او يؤمن باي اله هو يحب، هذه حريته الشخصية. وكانت حوار جميل جدا، ونتمنى ان شاء الله نشت ان شاء الله، لكن أطلب إن شاء الله أنه الجميع يشاهدون حلقة الخميس، حتكون حلقة نارية، أتمنى هذا الشيء. شكراً لكم. بكل تأكيد، بكل تأكيد رانيا، يعني حلقة الخميس راح تكون نسائية رجالية مختلط، يعني مثل أعراس الملحدين المختلطة. فبتمنى من الأصدقاء يكونوا معنا. طبعاً أنا بحب أقول كلمة أخيرة، يعني أخي محمد أهلا وسهلا فيك بين الأسود، وصدقني نحن لما طلعنا وحكينا بنعرف الموت قدامنا، وما هو بالسهل إنسان يواجه الموت بشان أفكاره. ويعني نحن منا ضد الدين، لأنه رافضين الدين أو في مثلا الدين يعني في له متطلبات ولا أشياء من هالقبيل، لا، كل الملحدين اللي ألحدوا عن قناعة أنه هالدين أو كل الأديان هي خرافة، ليس إلا كان الإنسان محتاجة في السابق بعصور لم يكن عنده وسائل الأجوبة يطرح عن الأسئلة اللي انطرحت عليه هذاك الوقت، مثل مين نحن، كل هالأسئلة الغيبية هي، يعني المطر كيف بنزل، الرعد كيف بيشتغل. فكان من الضروري بهذاك الوقت أنه تنخلق شيء غيبي، يكون في شيء غيبي يعتمد على الغيبيات حتى يفسر الحياة، يفسر مظاهر الطبيعة، يفسر كل هالأشياء هي. فالدين كان شيء حتمي، وأنا بدعوك للتفكير وبدعوك لتشغيل العقل، وطبعاً عم جوجل مليء بكل المعلومات اللي بتطلبها، وأكيد راح تشوف طريقك قريبا، لانه نحن لما عم نطرح افكارنا ونقول يا ناس فكروا، مو بشان شيء لانه قاعدين ما عندنا شغله ولا عمله، بس بدنا نغير افكار الناس، لا، نحن بدنا نغير افكار الناس حتى تتوقف هالحروب هي، وهذا هدفنا، وراح نوقف الحروب ونحن اهل التغيير. بشكركم كثير اصدقائي، كل من شارك معنا بالحلقه، وبشكركم اصدقائي اللي المتابعين واللي راح يتابعونا كمان بحلقات أخرى. شكرا لكم، وأشوفكم غدا طبعا مع محمد من الألف إلى الياء الساعة 5 بتوقيت لندن مع أبو الحكم بن كثير. أشكركم أصدقائي، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء.